نتمنى السلام والأمن لكل جزائري يتابع في برنامجنا الصباحي صباح شروقة. كان زلزال مس كل من البوليدة، الجزائر العاصمة، تيبازا وشلف أيضا، وبعض المناطق من الغرب الجزائري. ونتمنى السلام والأمن لكل سكان ميلا، وجولهم أجمل وأحلى تحية صباحية. رانا معكم بقلوبنا، في أضرار مادية كثيرة لكن الحمد لله ما كانتش فيه أضرار جسمانية. الحمد لله يا رب. أمس لطفي كانوا تصلوا بنا بزاف ناس من ميلا، كاين أيضا اللي بعثوا لي حتى على صفحتي الخاصة بعض صور لتشققات المنازل. هناك الكثير من العائلات تبيت في العراء بسبب ما خلفه هذا الزلزال، زلزال ميلا. إن شاء الله يا رب السلطات المعنية تتكفل بكل شخص تضرر جراء هذا الزلزال، وأي شخص يقدر يساعد ناس ميلا خاصة للقوة روحهم بالليلة وضحاها في الشارع والبيت والمبيت في العراء. يا رب إن شاء الله ربي يصبركم يا رب. مشاهدينا أهلا وسهلا، ونعود نرحب بالجميع. نظن في اتصال، نقولوا ألو. اتصال مع بعض، نقولوا ألو. صباح الخير. ألو. صباح النور. صباح الخير. يا أهلا وسهلا. صباح الخير أخ لطفي. صباح النور، مرحبا بك. وش راكم؟ الحمد لله ربي يهنيك. وش راهي الاخت ايمان؟ لا معك ايمان. الحمد لله. صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا. الو. اي معك ايمان، تسمع فيك. انا نسمع فيك سيدتي. صباح الفل. لاباس الحمد لله. الو. هاي معك الاخت ايمان. صباح الخير ايمان. اهلا وسهلا، صباح النور. ما مانيش نسمع. الو. انا نسمع فيك 10 على 10. انت كي تسمعي؟ صباح الخير، واش راك؟ لاباس الحمد لله. شكرا لك، بزينكم. زينه البلاد انتي والاخ لطفي، شحال نحبكم بزاف. ربي يخليك. ربي يخليك. قولي لنا من وين؟ ميلا ديجل من الشرق. لا لا، حاليا من مدينه سكيكده. من سكيكده من الشرق، عرفناك. واش راهي سكيكده؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. الله يخليك. سلمي عليهم بزاف بزاف بزاف. واش حبيت نقول لك الاخت نوال؟ اخت ايمان. اخت ايمان. حبيت نشكرك مع هاد الحصه. حنا اللي نشكروك على الاتصال. بزاف بزاف. واش حبيت نقول لكم على للاسف للاسف انقطع الاتصال، كنا حابين نعرفوا واش راكي حابه تقولي لنا. للاسف معليش. تقدري تعاودي تتصلي بنا من خلال رقم الهاتف اللي راه اي ظاهره اسفل الشاشه، وانتم ايضا مشاهدينا الكرام تقدروا تتصلوا بنا. ماذا بينا نسمعوا صوتكم، نعرفوا انطباعاتكم، وحتى نتلقاو انتقاداتكم بكل صدر رحب خلال هاد السواعات اللي نقضيوهم مع بعض. راهو جا الشيف حسين التحق بإيمان. اهلا وسهلا الشيف. اروح لمكانك. تفضلي بلاصتك، ما عنديش بلاصه الشيف حسين. واش راك شاف؟ صباح الخير. الحمد لله. الحمد لله. صباح عليك بالخير. خليك صباح الخير لطفي. صباح الخير للمشاهدين الكرام يشوفوا فينا. اهلا اهلا بك. وش راك؟ ولا الحمد لله يا رب. نشاط نشاط الحمد لله. لاباس كالعاده. حكي العاده. الحمد لله. مشاهدينا الكرام اللي تعودتوا ما تشوفوا برنامجنا على بالكم اللي في فقرتنا الاولى هي مطبخ صباح الشروق. هذه المحطه اللي ما نقدروش نستغناو عليها. شيف حسين ديما مرافقكم بوصفاته اللي تحبوها بزاف واللي تطلبوها بزاف، وراه هنا باش يلبي كل رغباتكم. اليوم راح نتعرفوا على الوصفات اللي خيرها لنا النهار اليوم. تفضل شيف. نعم، اليوم الوصفات اللي راح نديروهم ان شاء الله، اليوم راح نديروا الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي راح نديروا مكرونه. مكرونه هي سيمبات يعني كما يعرفوها المشاهدين. يقول لك مكرونه كيش راح يطيبها لنا اليوم الشاف؟ اليوم راح نطيبوها كريات يعني مقليه. نعم، راح نديروها طريقه يعني جديدة. ممكن كاين اللي يعرفها كاين اللي ما يعرفهاش. هي طريقه يعني معروفه هذه الوصفه هذه يعني يديروها، وممكن ان شاء الله تعجبهم راح يجربوها. أكيد لانه اللي فات حنا جينيرال الدراري ما ياكلوهم مناش، كي يديروا مونصوص وكاع ما يحبوش ياكلوهم منها. حتى كي يشوفوا مقدام قلم شينا هكذا ومقليين يعني يحبوا لاطفال كريزيت يحبوا ياكلوا، ممكن ياكلوا يعجبوهم باسكو راح امام طريقه الطياب تاعهم راح تكون مليحه يعني فيها لي فروماج فيها يعني راح تعجبهم. راح نحطوها هذا واش يحبوا يعني مع الصوص. يحب يعني الكبار يحب بيكين صوص ياكلها مع الصوص، واللي يحب ياكلها ناشفه ياكلها ناشفه ثاني ماشي يعني المكرون. خيط المكرون اللي نعرفوا هذاك الصغير المكرون يعرفوه باش ما تجيهمش حاجه غريبه يعني. اللي مكرون معروفه صغيره هذه. يعني راح نديروها على يقدروا يستعملوا مكرون واحد اخر ولا غير هذا اللي ينفع؟ هي الاحسن هذا خير، وعلاش هذا يجيهم سهل من في التكوير كيكوروها. اوكي كون تكون حبه كبيره تحلهم ما يتحكموهاش مليح
يعني كل مقرونه كل نوعيه يعني عندها وصفه تاعها كيفاش تندار. اوكي هكذا. واش ناكل المعكرونه؟ المعكرونه راح نلفوها بتحليه، تحليه ثاني شابه، راح نديروا بسكوي يعني بسكوي ما فيش مقادير كثيره يعني مقادير تاعو خفيفه، وراح نديروا كريمه كريمه الزبده اللي ثاني خفيفه بطريقه سهله، ومن بعد راح كي نكملوا هذه الطريقه يعني تاع البسكوي والكريمه راح نمونتيوهم يعني نديروا مونتاج يعني وحده فوق وحده هكذا يعني التشكيله تاعها تكون شابه ان شاء الله، وراح نديروا لهم كعصير دوك نجيب لي يعني زان قد ما جاو. لازم حسين لازم نزيدنا العصير. العصير لازم في وقت الصيف مازال شويه سخانه يعني. نعم مع عصير ان شاء الله. وطريقه قلنا تاع المقارونه هذه يعني سهله. نعطوهم المقادير؟ نعطوهم المقادير مش مشكله ان شاء الله. كما في المقادير تاع المقارونه هذه فيها هنا عندنا مقارونه مسلوقه يعني مغليه. نضرب العاميه تاعنا باش يفهموا المشاهدين تاعنا صباح. عندنا مقارونه مغليه والمقارونه هذه يعني نغليوها بالزيت والملح برك، نخلوها تكوتي نخلوها شنو تبرد تبرد فيها نص تبرد. واش راح يكون معها واش احنا بعدين باش راح كي نغليوها راح نرفقوها. عندنا زوج انواع تاع فروماج اللي هو عندنا شيدر وعندنا فروماج موتزاريلا، لا كامل ما كاش موتزاريلا ديروا اي نوع فروماج واحد ثاني تاع شيدر يكون احسن لانه راح يمسك لنا الحبه اللي كنكوروهم. وشنو راح نديروا احنا بصح صوص بيشاميل. الصوص بيشاميل كيفاش تكون؟ تكون بالزبده والفارينه توجور والحليب بعد نضيفوا ليها الفروماج. راح نديروا يعني كريمه ثقيله تجي ثقيله ونخلطوا فيها المكرونه باش نخلوها في الثلاجه حوالي نص ساعه حتى لساعه عادي. نعم نخلوها لازم تكون بارده باش نعاودوا نقليوها. كي نعاودوا نقليوها واش نقليوها؟ عندنا فروماج وعندنا بيض وعندنا شابلور يعني حنجوزوها في الفارينه هي الاولى الفارينه لا شابلور وبعد نزيدوا لها في البيض وبعد نزيدوا لها في لا شابلور ونزيد نعاودوا لها في البيض ويدخل باش تتماسك لنا وتجي مقرمشه كما قلنا. تجي مقرمشه نعم. يعني طريقه سهله بزاف ماشي حاجه اللي تصعب لنا. وقلت لك في المقادير تاع لا جينواس نعطيهم المقادير. اعطيهم المقادير ومن بعد نقول لهم كيفيه وخطوات التحضير. نعم عندنا هنايا في طريقه في البسكوي عندنا اربع حبات بيض وعندنا هنايا 120 غرام تاع سكر يعني نقدر نقولوا نص كاس تاع سكر. عندنا هنايا حوالي 100 غرام تاع فارينه وعندنا هنا اربع مغارف تاع كاكاو. هذه فيما يخص البسكوي هذه يعني طريقه سهله. وفي الكريمه هذه كريمه الزبده عندنا هنايا 100 غرام تاع زبده 100 غرام تاع سكر كلاص مش سكر كريستاليزي باسكو حنا نعرفوا ما فين نديروها بسكر كلاسي سكر كريستاليزي ولا نديروها بالسيرو باسكو لا كريم باتيسير كاين يطلعها بالسيرو حنا ما نطلعوهاش بالسيرو. عندنا هنايا قلنا سكر كلاص وعندنا هنايا اربع مغارف تاع حليب اربع مغارف تاع زيت وعندنا لافاني. هادو هي كريمه الزبده اللي راح نديروها يعني بطريقه واحده اخرى يعني حنا كما نعرفوا كريمه الزبده دائما حنا كنا نديروها دائما بالسيغو ديروا المارغرين تاعنا ونطلعوها بالسيغو معروفه الطريقه يعني الطريقه. وهذه الطريقه يعني سهله المكونات متوفره في كل منزل. نعم. يعني اللي حبت تدير حاجه حلوه. نعم. تقدر تصيب مكونات. نعم. في المنزل ونطلعوها بالباتور. هذه ما تطلعش هكذا يعني تطلع بالباتور. مام هنايا ثاني البسكوي يطلع بالباتيو ماشي بالفويل، الفويل راح يتعبنا وما راحش تطلع لنا يعني كيما نحبوا. وكنا والطريقه كيفاش تكون طريقه التحضير تاعها يعني سهله. نطلعوا البيض والسكر دائما احنا نعرفوا نذوبوا السكر هو الاول كي نطلعوا بالباتيو مليح يطلع لنا يتضاعف الحجم تاعو ونديروا الفارينه والكاكاو في نفس الوقت ونخلطوا غير بلا سباتيو هكذا ونمشيو غير بشويه ندخلوهم بالعقل ندخلوهم باش نخلوها توجور طالعه ما تقدرش تحبط ونديروها ما فيهاش مام خميره خميره الحلوه ما فيهاش. نعم. اوكي احنا اكيد كل حاجه تكلمت عليها راح تديرها في التحضير راح يرافقك معها زميلنا المخرج احمد بخليلي. اكيد راح نعاود نقولوا لك شيف حسين باش نشوفوا باقي الخطوات. شكرا لك شيف. اذا مشاهدينا مازال متواصلين معكم فاصل قصير ونواصل اللي انضموا والتحقوا بنا في هذا الصباح تابعوا قناتنا الشروق العامه برنامجنا الصباحي صباح شروق. تحيه خاصه الى كل الجاليه متواجده في المهجر اللي تعذر عليهم انهم يقضيوا عطله الصيف مع الاهل ومع بلدهم الحبيب الجزائر. نحاول دائما ان نقرب لهم الرؤيه نحكي لهم كامل واش يصرى في الجزائر من خلال فقراتنا ومواضيعنا وضيوفنا. نبعث لهم ريحه البلاد كما يقولوا خاصه انهم في موسم الاصطياف كاين جاليتنا في الخارج يستناو غير هاد 3 شهور تاع موسم الصيف حتى يجوا ويزوروا اهاليهم.
كانوا حابين انهم يستغلوا الفرصه بما انه جاء رمضان من بعد العيد وعيد الاضحى، يعني كانت عده مناسبات كانوا قادرين يجوا يقضيوها هنا في الجزائر، لكن للاسف معليش حاولنا احنا من خلال برنامجنا ننسوكم ونوصلوا لكم هذيك الريحه تاع الجزائر لحد عندكم لحد بيوتكم مشاهدينا. ايضا الحمد لله على سلامه كل الجزائريين اللي بعد 6 أشهر من الغياب والبعد عن الوطن قدروا انهم يوليوا للجزائر من خلال عمليات الاجلاء اللي تقوم بها الدوله الجزائريه في كل اسبوع. تكون كثير من الطائرات يعني تتجه لبلدان مختلفه في كل بقاع العالم حتى يتم ارجاع كل الجزائريين بامن وامان الى ارضهم. صحيح، نقول لهم على سلامتكم وعلى سلامه كل الاشخاص اللي انضموا والتحقوا بنا في هذا الصباح واختاروا قناتنا الشروق العام وبرنامجنا الصباحي صباح شروق. ارقام تليفون تظهرت في الشاشه في خدمه الجميع، تحيه الى كل من يحاول التواصل معنا، كل من يسال عنا سواء عن طريق التليفون او حتى عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. انشغالات توصيات نرحب بها انا وزميلتي ايمان وكل طاقم برنامج صباح الشروق من خلال خدماتنا التي نقدمها لكل المشاهدين اللي اختاروا برنامجنا المتميز والمتنوع صباح الشروق. وعندنا اتصال دون رنة هاتف، نديهم حضار هذا الاتصال ورن الهاتف ونقولوا الو. الو الو الو. قبل ما نبداو الحديث سيدتي اهلا وسهلا بك، لكن نقصي صوت التلفزيون وسمعينا من الهاتف من فضلك. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير ايمان. صباح النور. صحتي غايه؟ لاباس الحمد لله. كيما كتصيحك منيح؟ والله غايه الغايه. وانتوما؟ لا غايه الحمد لله، غايه الغايه. والله غايه الغايه. معك ام التوأم من ازيو. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبالتوأم لهم دايرين حالة انا نسمعوا فيهم. عقلتوا لي انا ماما. عقلنا عليك، وفية لبرنامجنا، مرحبا بك. مرحبا بك، اهلا وسهلا. انا كريم نتبعكم. ربي يخليك، قولي لنا كيفاش جوزتي العيد؟ كنت غاير مع الحمام. هاي سخانة، هاي سخانة اليامات هذو. خلاص دوكا راه بدا الحج. توحشك الخير حبيبتي، شكرا حتى انا توحشتكم بزاف. معنا الكلمة زعما. شكرا لك والله يعطيك الصحة، شكرا. قولي لنا سيدتي احكي لنا كيفاش استقبلتوا قرار بداية نقدروا نقولوا الانفراج ورفع الحجر تدريجيا؟ انا ما سمعتش. قلت لك كيفاش استقبلتوا القرار امس بداية رفع الحجر تدريجيا، يعني عم يطولوا في ساعات الحجر الى غاية 11 تاع الليل؟ بداوا يمحوا في غير بشويه. غير بشويه. وش رايك؟ فرحتي؟ تحس بلا حد بلا كورونا. اوكي. طبعا كان غير مع الدراري هكا صاير. ربي يقدرك. ربي يقدرك ان شاء الله يا رب. ربي يقدرك، ما كانش احسن من انك تبقاي في البيت تتهلاي في ولادك تتهلاي في الزوج نتاعك. ان شاء الله. قولي لك كاش ما توصينا؟ كاش ما توصي؟ زعما ما عنديش بال نصي، بغيت غير نتلقي عليكم كراكم دايرين، توحشتكم بزاف، توحشت ايمان. ربي يخليك، ربي يخليك. يسقسي عليك الخير ان شاء الله. شكرا لك. يسقسي عليك الخير، شكرا لك. ربي يخليك. كي دازت حياتي كريم ما قلتهمش يزحفوا مني. هيا وجهي لهم تحيه دركا. تحياتي لزوجي والاكرام والهام محمد الامين زيادي. ربي يحفظهم لك. ايوا تحياتي لخويا ولده اسلام ومحمد وريحان. في خيرة بنت سهام وفاطمة ومحمد سالم. اختي سالمة ولدها معتز. نقولها عيد ميلاد سعيد. كل عام وهي بألف خير. كل عام وهي بألف خير. واختي الحاجة هدى وهي ولدها عدة. وأمي ربي يخليها لي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، ربي يطول في عمرها. الكل عائلة محمد سماحة وعائلة عدة طاطا. ايه. عيد مبارك ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. وجد وإياد بلات يمين الصغار. ان شاء الله كاملهم يتابعوا في البرنامج ونلحقهم لسلامك كما احنا نبلغوك سلامنا ونبلغوا سلامنا كامل المشاهدين. نصلها خويا بلا ربي ان شاء الله يتبعوا دائما في كتاب. ان شاء الله. امين. ان شاء الله يا رب. شكرا على اتصالك. يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا لك. نهارك مبروك، يعطيك الصحة وشكرا. إذا المشاهدين أرقام التليفون تظهرت في الشاشة، يمكن للجميع يتواصل معنا. أني مازال ما قطعش الاتصال، شكرا على اتصالك، يعطيك الصحة.
شكرا لك. إذا المشاهدين كما وعدناكم الكثير والعديد من المحطات والفقرات المتنوعة شبانية بامتياز. سنسلط الضوء ونقرب الرؤية عن كثير من الفعاليات والأنشطة اللي تكون المرأة الجزائرية والشابة الجزائرية عندها دور كبير في تفعيلها. مواقع التواصل الاجتماعي صار فيها فعاليات كثيرة وتفعيل رهيب من خلال الأنشطة اللي يقوم بها الشباب، مدونين، كثير من الكتاب الشعراء اللي ينشطوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مؤخرا صرنا نتعرف على أصوات إعلامية من خلال نقل رسائل وبث مباشر أو حتى مسجل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الأثير، لكن ليس الأثير الإذاعي وإنما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك والإنستغرام وغيره من المواقع صار فيه الكثير والعديد من الإذاعات. اليوم برنامجنا ومحطتنا من نصيب راديو فام FAM ليتأطروا كل من ساحل فلا نرحبوا بها مع بعض، وأيضا فتحاني أميرة نقول لهم صباح الخير. صباح النور. اللي جاوا يعرفونا على أنفسهم وعلى الإذاعة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا بكم، نورتونا. نورتونا بحضوركم. كما قال لطفي، منصة التواصل الاجتماعي ولات متحتة فرصة للشباب أنهم يستثمروا في مواهبهم ويقدروا يبرزوا ونتعرفوا عليهم. وحنا اليوم حبينا الناس يتعرفوا عليكم وعلى مشروعكم اللي حمل اسم فام، يعني لعبتوا بأف أم فام هكذا. هي راديو فام توت اون ايستوار. وعلى هذا حبينا اترافير شروق تي في انه نوضحوا المبادره تاعنا ونعرفوا بها ونبارطاجيوها مع المشاهدين. مرحبا. الله يسلمك. نعرفوا على بدايه مشروعكم، منين جات الفكره وكيفاش بديتوا؟ صح عليكم وشكرا على الدعوه وصح الانوار على كل متابعي قناه شروق تي في. صوت راديو فوني. دونك فوالا الفكره بداتنا في لا بيريود تاع لو كونفينمون، كي كنا كونفيني. كيما على بالكم بيريود دو كونفينمون مواقع التواصل الاجتماعي تكون نشطه اكثر من الايام العاديه. دونك احنا في الحقيقه احنا ثلاث مذيعات على صفحه راديو فام، وكل وحده التخصص تاعها، احنا ماشي تخصص اعلام، انما جمعنا حب وشغف الاعلام. انا بيرسونيلمون جو سوي ديبلومي دو ليكول سوبيريور دو بانك. الآنسة فلا والآنسة تنجاق الدين مريم اللي نحييها بهذه المناسبة تخصص انفورماتيك. يعني ما عندكم حتى علاقة لكن اكزاكتومون بالصحة. لكن دركاكو إعلاميات. شكرا. أنا دخلت الأكاديمية الأستاذة فضيلة مختار اللي نحييها أيضا. وجولة تحية فضيلة. فوالا جات الفكرة من المذيعة صديقتي مريم سنجاق الدين. نقوم بعمل بصفحة صفحة راديو فام، لكن ما راحش تكون مشابهة لصفحات الراديو العادية، إنما تكون مميزة، عندها لمسة مميزة. كيفاش راح تكون هذه اللمسة؟ أننا نجمع الشباب بعيدا عن البرامج الفكاهية والبرامج الكوميدية، ونروح إلى المجال اللي راه مهمش قليلا نوعا ما، وهو مجال العلمي والمجال الفكري، ونعطوا فرصة للشباب الواعي أنه يجي الصفحة تاعنا ويقدم نفسه ويعرف نفسه بالمشاريع تاعه. فلا انتما ما شاء الله عليكم دخلتوا لهذا المجال وهذا العالم عن حب، اكيد انه الولع يبرز من خلال نبره صوتكم، من خلال نظراتكم يبان فيكم حب هذه المهنه. لكن كثير من الناس اكيد يتساءل، يقول لك شباب اللي تحصلوا على شهاده بكالوريا درسوا في جامعات ويحبوا الاعلام، علاش ما اختزلوش كل المسافات وراحوا درسوا مباشره اعلام؟ نعم، هي انه الانسان في هذه الحياه يمر بتجارب، ودي فوا يكون اونتر دو شوا، سواء حلم الطفوله والشغف تاعو، اي اون ميم طون امام شغل وظيفه. صح. يعني تخصص اللي يكون مطلوب، سورتو كيما نعرفوا تخصص اعلام الي راهو يعني مهنه العصر. صح. دونك حنايا قلنا بوركوا با انه ننجحوا في مسارنا يعني المهني والدراسي ونتوجهوا ومانتو ما نهملوش الشغف تاعنا. وحنايا اون فيت جمعونا يعني 4 بوان، هي لا موتيفاسيون تاعنا، حبنا وشغفنا لمجال الاعلام، ولو ثروزيام بوان سي كو حابين نعاونوا الناس، حابين انه نقدموا يد المساعده لبلاك ناس راهم محتاجين انه نسلطوا عليهم الضوء من خلال عده برامج او نقدموا لهم دعم نفسي. يعني استضيفينا، يعني قلنا باستضاف مدربات في علم النفس و
يعني اخصائيات تخصصات نفسانيه اجتماعيه. نعم، باش نقيسوا جميع المجالات. نتمنى هذا هو هدف الصحافه، يعني هدفها نبيل في الاخر هو خدمه المواطن. احنا في معهد الاعلام والاتصال تعلمنا ابجديات الصحافه، يعني من الكتابه الى تقنيات السمع البصري الى ذلك. يعني انتم بما انه تخصصكم كان بعيد عن الاعلام والاتصال، وين تعلمتوا كما نقولوا ابجديات العمل الصحفي؟ هي بصراحه احنا شفنا نفسنا باللي موهوبات في هذا المجال. هي التقديم، مانيش نهضر على الصحافه، نهضر اكزاكتومون على التقديم، على التقديم الاذاعي والتلفزيوني، هو عباره عن موهبه. صحيح. يعني ماشي كل شخص قرا صحافه يقدر صحيح. يكون عنده الموهبه في التقديم صح. وتكون عنده الارتجاليه وربما تسلسل في الافكار. حنا الحمد لله جمعنا هاد لو بوين اون كومون، جمعنا انه نقدروا ما عندناش الارتباك امام الكاميرا وعندنا تسلسل في الافكار الحمد لله. دونك يبقى فقط المونتاج وتبقى الامور الاضافيه رانا نخدموا عليها، يعني ما راناش 100% مي رانا الحمد لله نخدموا عليها. يعني تخصص الاعلام الالي كان يساعدني. اكزاكتومون. انت فادك الاعلام الالي من خلال الموقع اللي تنشطوا فيه وغيره. بالنسبه للبنوك قدرتي توظفي وتستثمري من تخصصك وتفيدي من خلاله عبر الاذاعه ولا مازال فكرتيش في؟ اكيد فكرت في الموضوع. عندنا حصه تبث على صفحه غاديو فام، الحصه مسمات بجيديني، وهي حصه للتعريف بالتخصصات الجامعيه ديستيني بور لي باشوليي، لطلبه البكالوريا. هذه الحصه نسمحوا فيها ولا نقدروا نجيبوا فيها تخصصات اللي باش الباشوليي هذاك تكون عنده فكره حول التخصصات اللي كاين في الجامعه، لانه كما تعرفوا اللي يكون طالب في البكالوريا يكون عقله شويه مشوش، ما على بالوش شنو هما التخصصات اللي يقدر يلقاهم، ميم لي زيكول بالك ما تكونش عنده اون ايدي على لي زيكول. دونك انا بيرسونيلمون ليكول اللي قريت فيها اللي هي ليكول سوبيريور دو بانك، درت حصه تقيديني باش نعرف على هذا التخصص اللي ما كاش بزاف اللي يسمعوا بهذه المدرسه. ودوك راك موظفه واش من البنك راكي فيه، خاص ولا عمومي؟ عمومي. عمومي. يعني انا نشوف في نفسي فيكم. لانه صح انت كان عندك مدرسه عليا البنوك مزرعه، ايضا درست محاماه وايضا اعلام، لكن هذا ما منعش انه بدايتي مع التقديم التلفزيوني كنت بعيد كل البعد عن الصحافه. بالتالي الموهبه هي التي تصنع من الاعلام الناجح من بعد مع السنوات صحيح. بالممارسه يعني الواحد صح. يقدر يكتسب الكثير من. يلا خلونا نفوتوا في تفاصيل الاذاعه، كيفاش اخترتوا الهيكل ربما اللي تنشطوا من خلاله، شكون اللي عطاكم التوصيات اللي حطيتوا الارضيه من خلالها، لانه باش نقوموا بانشاء اذاعه فيها برامج فيها توقيت خاص فيها تسيير موارد بشريه بما انه فيها كثير من الشباب اللي ينشطوا، منين بديتوا كل هذا الهيكله؟ يعني بكل صراحه كما قلنا مريم تنجاق الدين قدرت تجمعنا، يعني انا ولا مره نعرف اميره، جمعنا حب الصحافه وحب الاعلام، يعني قدرت انها تجمعنا وقدرت انها يعني تموتيفينا باش نمدوا اكثر يعني لهذا لو كونسيبت اللي هو غاديو فام. كما قلت لك حب الوطن وحب يعني حبينا نخلو بصمه في المجتمع، يعني كثرتها البصمه، يعني قررنا انه نديروا ان كونسيبت نسموه غاديو فام. منين جا غاديو فام؟ غاديو فام سي لا لي انفان لي بروميير لاتر تاع لي فونداتريس فيلا اميره اي مريم اي اوسي. اوكي وي. انا ربطتها بلي فام غاديو فام. تسمعي الوقت عن فام. اول مره كيسمعها تظن انه المواضيع متعلقه بالنساء، بصح اللي شاهد الصفحه راهو على بالو بان يعني المواضيع يعني هي اف ا ان ماشي فام. يعني حتى الراجل عنده نصيب. اكزاكتلي. يعني تبعونا الحمد لله، يعني تبعونا عائلات من مختلف ربوع الوطن حتى من الخارج، يعني بعثوا لنا من دبي، من الامارات، من السويد، من اليونان، من تركيا، يعني من بلدان الحمد لله من المغرب الحمد لله. البث مباشر ولا مسجل؟ يعني البث يكون مسجل يعني نسجلوا حلقات مع ضيوف. كما قلت لك حنايا رانا نطرقوا الى مواضيع حساسه، يعني نبازيو على اربع مجالات بصفه شغل رئيسيه التعليم والتربيه والانتربرونيا ولا مجال رياده الاعمال. نبازيو ثاني على توسكي عمل و توظيف. دونك كي نقولوا باغ اكزومبل التعليم رانا نفيزيوه اترافيغ كيديني. كيديني واش نديروا فيها؟ نجيبوا دي جون اللي قراو دي سبيساليتي في لافاك او بيان عندهم باغ اكزومبل راهم في العام تاع الباك، سواء نعرفوهم على التخصصات اللي كاينين باسكو روماركيت باللي حنايا ما كاش انسونسيبيليزاسيون في الاختيارات. اكزاكتومون. دونك كاينين دي فوا يعني مجالات ولا دي سبيساليتي ماشي سامعين الناس بهم، وبعد يلقى روحه راهو غلط. يقول لك لو كان انا لقيت واحد يقيديني تاع الصح
فهذيك لابيريود تاع الباك ما نديرش انا هذاك التخصص، يلقى روحو يخسر عام عامين. يعني انا كانت عندي صديقه صراحه يعني حتى لحقت الليسونس باش فاقت بلي ماشي هذاك هو التخصص وبلوكات وعاودت الباك ازيرو. مي لو كان واحد يعني اوريون تاعها ما تضيعش هذوك 3 سنين من الاول من الباك تخير التخصص اللي والمها وتونجاجي في المجال تاعها. يعني طيب عرفينا حنا وعرفي كامل المشاهدين بالبرامج اللي يقدروا يسمعوها على اثير اذاعه فام وشنو هما البرامج؟ الو سي راديو فام عندنا 4 برامج. البرنامج الاول قيديني صحاب الباك وصحاب لافاك نعرفوا بتخصصات. البرنامج الثاني هو برنامج شار خبره، برنامج شار خبره نجيبوا دي جون اللي عندهم خبره في ميادين، يعني ميدان التربيه ولا ميدان يعني عامل محدد مجال من المجالات والبرنامج الثالث هو برنامج شباب اب اللي من خلاله نقولوا للشباب يلا اب خلونا نديروا دي ستارت اب، خلونا نتعرفوا على المشاريع اللي راهم كاينين، على الجمعيات، على النشاط الجمعوي، خلينا يعني يكون عندنا حماس وبالك نتعرفوا على دي جان ولا طاقات ولا حتى نستوحيوا فكره من لي جون اللي راهم يجوزوا معنا في البرامج. اي لو كاتريام يعني لا كاتريام ايميسيون هي ليميسيون تاع قالوا ناس زمان. راكم تقولوا اكيد انه شابات بهذا العمر علاش خيروا قالوا ناس زمان. امثال وحكام؟ اذا هي امثال وحكام يعني بور لو مومون رانا نطوروا في لي كونسيبت يعني شاك فوا. قالوا ناس زمان يعني نماركيو بلي ناس بكري يعني مش شاك حاجه يديروها كاين من وراها حكمه. صح. حبينا نحييو اترافير راديو فام التراث الجزائري فيكو عندنا دي جون يعني من الخارج راهم يتبعوا فينا. والحمد لله الحاجه اللي فرحتنا سيكو اترافير راديو فام رانا سفراء للجزائر. قدرنا نعرفوهم على اللهجه الجزائريه، قدرنا نعرفوهم على يعني من خلال يعني سلوكنا معاهم وتصرفنا قدروا انهم يحبوا الجزائر ولو عن بعد. يعني من خلال موقع التواصل الاجتماعي. اكيد اميره ذكرت انه فيكم عندكم صفه الارتجال، عندكم ايضا سرعه بديهه اللي لازم توفر في الاعلامي باش يقدم مادة اعلاميه، ما عندكمش رهبه من الكاميرا. نعم. لكن انتم اخترتوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنقل الصوت والصوره، اخترتوا الصوت فقط، علاش ما ركزتوش على الصوره المتكامله ونقلتوا مادة اعلاميه من خلالها تكون في برامج مصوره صوت وصوره؟ اذا كما تعرفوا ان الوسائل اللي رانا نخدموا بها هي وسائل منزليه بسيطه، يعني انترنت في المنزل انا نعرفوا كاع حل الانترنت. التطبيقات اللي رانا نخدموا فيها هي تطبيقات بسيطه يستعملوها الشباب هذا الوقت، ولكن بالنسبه الى التسجيل الصوره والصوت هو راهو في المستقبل ان شاء الله. يعني عندنا مشاريع مستقبليه. نعم. وهذه من فورماسيون كما نقولوا سكوب راهي جبناها لكم. مازال كاين مجالات اخرى رانا حابين نقيسوها نطرقوا ليها، مثلا مجال الصحه وهذه معلومه مازال المستمعين والمشاهدين تاعنا ما على بالهمش بها، وان شاء الله راح يكون تسجيلات بالصوره والصوت في الايام المقبله باذن الله. ممكن نضيف شيء صغير انه احنا علاش اون فيت خيرنا الصوت برك بو ان ديبو باسكو انا نعرف وي وي وجدناها تحاول تكون هادي تكون هذا الصوت بكري كانت هذه حلاوه. اسمحي لي قطعتك، هذه حلاوه الاذاعه. كنا نسمع وحده في الاذاعه نقعد حياتي قاع وانا نتخايل فيها كيفاش عامله. الاذاعه مدرسه تعلم من خلالها المع نجوم الاعلام بالعالم العربي. صح. مروا على الاذاعه. صح. نعم. دونك كما قلت لك انا كانت عندي اونامي موا قالت لي انا نقدر نجوز ونمد خبرتي للمشاهدين يعني ولا المستمعين، ولكن مانيش حابه نبان. قلت لها هذا ماشي عائق، اترافير راديو فام رانا هنا وصلي صوتك وما تخافيش ما تبانيش. دونك هذا الشيء اللي خلانا انه ما كلي المعلومه ما نحبسوهاش، ما نحطوش حاجز، ما نحطوش حاجز. الصوره ما راحش تكون صوت، الصوره المهم تلحق الميساج تاعك، المهم تنقذ حياه شباب اترافير واحد من البرامج تاعنا. يعني هي الحمد لله يعني قدرت نصور معها حصه على مركز التكوين المهني، على وعات ناس كيفاش يعني كيفاش يقيموا الناس اللي راهي في مركز التكوين المهني بليك هما ناس وعندهم حقوق و أكيد ينالوا احترام. يعني قدم سواعد واطارات بالجزائر ربما من خلال هذا الحديث وهذه النقطه بالذات. نعم. احنا عملوا اضاءه حول ربما هذا القطاع. الشباب اللي مقبلين على شهاده الباك
البكالوريا ان شاء الله يساعدكم الحظ انكم تحصلوا على الشهاده. لكن اذا ما تحصلتوا على شهاده البكالوريا لا تنتهي الحياه او لن تنتهي الحياه، بل ستكون بدايه افضل من خلال ربما مراكز التكوين والمعاهد التكوين الموزعه عبر ربوع الوطن. صارت فيه كثير من التخصصات التي تساير وكل المتغيرات سياحيه اقتصاديه وغيره، بالتالي الشباب عندهم المتنفس اللي يقدروا من خلاله يتوظفوا. حتى الشباب اللي عندهم شهاده البكالوريا لكن خيروا انهم يروحوا للتكوين المهني لانهم يقدم لهم فرصه احسن، ربما لفرصه احسن للعمل، مش لاقتحام ميدان الشغل في الجزائر. يعني الامل مفتوح في كل في كلا المجالين، هكذا التكوين المهني والتعليم العالي. وكل المجالات الا ونلقاو مدراء، رؤساء تحرير، مسؤولين. بالنسبه للاذاعه نتاعكم شكون المسير؟ شكون هو المدير؟ عمل جماعي 100% اليد في اليد. يقول لك جماعي يد وحده ما تصفقش. مريم فلا اميره الاتحاد تاعهم لا موتيفاسيون تاعهم خلات غاديو فام انها تطلع. الحمد لله رانا شاك فوا نديرو ديزيفور، شاك فوا رانا نتلقاو دعم من عند صحفيين، يعني راهم يبعثوا لنا دي جورناليست في قنوات يبعثوا لنا تعليقات يعني تفرحنا. يعطيكم الصحه على هذا المحتوى، محتوى راقي. فكيما يكونش مسير واحد يقود الفريق ما تخافوش انه تكون السفينه تغرق. صح. وقطيع، كيكون قطيع يمشي لازم يكون فيه كيكون قائد يقود. كيكون قطيع كبير تقدر تكون يقدر يكون يكونوا لي كونفلي، لكن احنا بيناتنا كاين مفاهمه لانه تجمعنا الصداقه قبل العمل. نعم. كاين مفاهمه بيناتنا وكاين تشاور والى اقصى حد كاين الانتخاب. نعم. كما قال نتخبوا ونشوفوا ونصوتوا اذا كان راديو فام يعني راهي بدات تدي الخطوات الاولى بخطوه ثابته. نشوفوا مع بعض. جبتوا لنا حاجه من البرامج؟ نعم جبنا يعني جبنا مقاطع وجبنا مام اراء تاع المتابعين تاعنا. نتمنى فقط انهم يقولوا للشباب مازال ما طلعتش الماده في انتظار انه تكون حاضره معنا الماده. عملوا لنا اضاءه على شخصيات، على كل شخصيه بارزه في الاذاعه. الوغ باغمي شخصياتنا يعني اللي راهم غايبين يعني مريم سنجاق الديني اللي نوجه لها تحيه ونقول لك مريم يعطيك الصحه فريمون باسكو قدرت تجمعنا وقدرت انها تنكوراجينا شاك فوا. نقول لها مريم يعني واش نقدروا نضيفوا؟ تقول لي وي في لافازي فكره مليحه يلا. فريمون قدرت انها تزيد توحدنا اكثر واكثر. كاين اميره فتحاني هي اللي جمعتكم هي اللي يعني جمعتنا. مريم سنجاق الدين هي اللي جمعتنا. نعم صاحبة الفكرة نعم يعني ما نكروش هذا الشيء. كانت صاحبة فكرة راديو فام وكما قلت لك حنا ابخي بعد اتحدنا وباغ اكزومبل انا جبت فكرة اسماوات البرامج يعني تسمية البرامج كان صعبة بزاف. عمل جماعي كان صعب يعني تسمية البرامج فاخترت اسماوات تكون قريبة يعني للمشاهد ولا للمستمع اي اون ميم تون يعني خلف هذاك الاسم كاين حاجه تجبد المشاهد. كي نقول لك قيديني دونك حنقيديك. لا يعني نفهم جميله ما كي كنتي تقولي فيها من قبل يعني قلت برافو اوريجينال يعني واللي تشد تلفت الانتباه خاصه الشباب. طيب بما انكم يعني حنفتخروا بكم كشباب وقدرتوا ديروا مشروع كما هذا ان شاء الله تروحوا به لبعيد ان شاء الله. حبينا نعرفوا شحال كاين من صحفي يعمل في هذه الاذاعه او ينشط ماشي يعمل بما انكم يعني مشروع جديد وهذا وين بديتوا؟ احنا لحد الان رانا ثلاثة بنات، ثلاث بنات فقط. تلقينا بزاف رسائل اللي يحبوا ناس شافوا النجاح تاعنا ما نقولوش يتوظفوا ولكن بطريقة أخرى أنهم يشاركونا في العمل. حبوا بزاف ناس ذات مستوى الحمد لله. تلقينا بزاف رسائل هذه حاجة تفرح بيان سور. بوغ لو مومون اكتفينا احنا ثلاثة بالبرامج لكن ربما في المستقبل ندخلوا معنا ناس يكونوا ذات مستوى نتعلموا منهم ويتعلموا منا باش نقدموا الأحسن والأفضل إن شاء الله. كاين في كثير من الإذاعات صارت تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طلعتوا عليهم؟ نعم يعني احنا رانا على اطلاع يعني دائم على مواقع التواصل الاجتماعي بيكو قدرت انها تجمعنا كامل وشاك فوا نسيو نحسنوا كما قلت لك في الجوده تاع البرامج اللي ننقلوهم يعني كما يقولوا نحضروا اسئله لنوصلوا من وراها رساله لجميع واحد راهو يسمع فينا وفريمون نركزوا اترافيغ يعني نبريباريو مع الضيف دي زيستوار نسيو جون المستمع هذاك يتفاعل مع هذيك ليستوار يحس روحه ما راهوش وحده.
راهم كاينين دي جو تلقاوها ولا عبر التليفون؟ عبر تطبيق يعني عبر تطبيق اوكي نعم. وقلت لك انه الضيف هذاك حيمد لهم جرعه امل، يمد لهم نصائح، يمد لهم خبرات، يمد لهم بالك فكره، يعني بالك انسان يسمع فكره تاع شخص اخر راح يدي منه اقتباس ولا حتكون حافز ليه انه يقول لك هذا قدر انا ثاني نقدر. ديجا ميم كيشوفونا احنا غادي يوفان بوسائل بسيطه والشغف وصلنا لهذا المستوى، يعني بالك هما ثاني يتشجعوا ويديروا كيما احنا. بوكوا احنا نشجعوا ثاني على المنافسه باسكو بالمنافسه الواحد يقدر كيما يقولوا ياميليوري روحه يطور نفسه، الجزائر تطلع. احنا هذا هو الهدف تاعنا، احنا ماذا بينا نشرفوا صوره بلادنا، نطلعوا الجزائر، الجزائر وثاني لي جون اللي راهم مهمشين، اللي بالك راهم ما حبوش يبارطاجيو الخبره تاعهم ولا راهم مخبيين يعني مور ليكرون. نخرجوكم حنايا، رانا هنا رانا هنا باش نوصلوا ميساج. كل نجاح كل عزيمه يعني يتمسك بها اي شاب الا ويلقى اشخاص ربما يحاولوا انهم يحطوا بالمعنوي. نعم اكيد، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. اكيد بالنسبه لكم باش تتعاملوا مع الانتقادات، واش نوع الانتقادات اللي تجيكم؟ بالنسبه للانتقادات، اي عمل يتلقى انتقادات، سواء انتقادات بناءه او انتقادات تهدم العمل. سا ديبون لا بيرسوناليتي تاع هاد لانيماتور، الشخصيه تاعو. يعني الواحد كي تكون عنده شخصيه قويه وهو على باله بنفسه بلي راهو موهوب في هذا المجال، وعلى باله بلي النجاح تاعو يقدر يحطم معنويات شخص اخر، يعني يتقبل هذوك الانتقادات الهدامه وبلك يرد عليهم بدون جرح المشاعر. اما بالنسبه للانتقادات البناءه فنقولها اهلا وسهلا بفرح وسرور. كاين ناس حاولت انها تستخف ربما بفكرتكم في بدايه المشوار، نعرفوا كاين بعض الاشخاص نظرتهم سلبيه للحياه. اكيد يقول لك انت هاكي خدامه وانت ايضا، وش داكم من هذا المجال وعلاش وين حتروحوا؟ تلاقيتوا بهذا النوع من الاشخاص؟ يعني بزاف ناس تقول لك واش راهم يضيعوا وقتهم، راهم دايرين راديو فام واش حيربحوا. انا كي راني في راديو فام ولا اميره ولا مريم، رانا هنايا ديجا باش نخلو بصمه. اكتشفنا الحمد لله رسالتنا في الحياه، رسالتنا في الحياه هي ان نعاونوا ناس بلا ما نهملوا الجانب يعني المهني تاعنا، يعني العمل اكسيتيرا، اون ميم طون نجسدوا رسالتنا في الحياه، نخلوا بصمه، نخلوا اثر، نخلوا ناس بالك تدعي لنا. بوركوا با؟ نهتموا بالمحتوى اللي ننشروه، نعاونوا ناس ونخلوا الناس تولي هي تقول هاد الناس شغل كلين نفتخروا بهم. راهم مش من زاويه بالبيت خيرتوها باش تنشطوا من خلالها، واذا كانوا كنتم تعبين الاهل ولا لا؟ يعني وقفوا تسجيل وغيره. بالنسبه لتعبوا الاهل، الاهل راهم مرحبين بالفكره هذه الحاجه الاولى. ايضا نبعث لهم تحيه من هذا المنبر ونشكرهم على الدعم تاعهم، لانهم اول الاشخاص اللي دعمونا في هذه الصفحه. بالنسبة لزاوية العمل نقدر نقوله في المكتب أو في أي مكان وين تبان، وين يكون الصوت مرتاح. على بالكم باللي لا راديو بازي سور لو سون، دونك ما لازمش يكونوا اصوات خارجيه، ما لازمش يكون الضوضاء والحس هذاك الخارجي، دونك لازم حاجه بلاصه تكون فريمون ساكنه منعزله منعزله. نفس الشيء بالنسبة لي. نعم نفس الشيء، انا مخير نحب المطبخ ولا الصالون. يعني العائله نشكرهم بزاف على دعمهم ليا، العائله كامل سورتو مي بارون ولفوني، يعني يجوا يلقوني يسجل سمحي لنا. ان شاء الله يفرحوا بكم. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. قول لنا برك، كل شخص عنده شغف مع الاعلام، يعني يحب هذا المجال، دائما في بداياته كاين مذيع او مذيعه صحفي يعني يقول هذا خدوتي، انا ماذا بيا كي ولا لحقت نولي كيما هذا، يعني يتعلم منه. كاين هذا الشخص في حياتكم بين زوج؟ انا عندي شخصين. اها. عندي أستاذة الفاضلة فضيلة مختاري اللي هي عطتني لي باز تاع التقديم التلفزيوني والإذاعي وشجعتني صراحة، وكاين أيضا المذيع يوسف يحيى اللي نبعث له تحية واللي وقف معايا وشجعني في بداية الصفحة، لأنه في البداية عندما تبدأ مشروع وتبدا صفحه كيما هذه كان في جيلة فام والان راهو في قطر على ما اعتقد. نجولو تحيه. في بدايه الصفحه ما كانش قليل اللي يشجعك، قليل اللي يقول لك انك راح تلحق للمبتغى، قليل. اذا نشكر هاد الشخصين اللي كانوا في البدايه وقفوا معايا. يوسف يحيى اللي كان في التلفزيون العمومي ما على باليش، انا نعرف جيلة فام. يوسف يحيى، يوسف يحيى، نجولو تحيه، هو صديقي نوجه له اجمل احلى تحيه. صديقكم.
صح نسيت غد الاسم يعني يوسف يحياوي هو قدوتي جاني. هو القدوه تاعي في التقديم. وفي بالنسبه لك؟ نعم انا كما قلت لكم انا ما عنديش دبلوم صحافه وما قريتش صحافه، مي كنت في كشافه الاسلاميه يعني بوندون 7 ans وانا مولفه بلانيماسيون نانيمي يعني كنا نديروا حفلات كنا نديروا نشاطات دونك اكتسبت عرفت ميولاتي هواياتي وليت نقدم دونك هذاك المجال عجبني دايوغ ميم كي كنت صغيره كنت نونجيستري في تيليفون شغل لا راديو يقولوا لي كي تونجيستري نقول لهم يجي نهار وندير راديو دونك يقول لك توجور ولي الاحلام الطفوله انا كي كنت صغيره كنت نحب هذه العبسه علاش ما نجسدهاش. وبالنسبه لقدوتي يعني انا كاين خديجه بن قناد يعني عالمية معروفة الله يبارك أكيد وجولة تحية لك وجولة تحية وفضيلة مختار يعني هاد الاثنين هما اللي هما القدوة مخرجنا يقولنا أنه المادة راهي حاضرة قدرت تطلعها لنا مخرجنا مازال إذا في أمل أنه نلتقي مرة أخرى إن شاء الله يا رب راح نتعرف عليكم أكثر. نذكروا برك المشاهدين إذا كان عندهم فضول حبوا أنهم يزوروا الإذاعة ويسمعوها عن قرب يحطوا فقط راديو فام نعم. ومن هذا المنبر أنا أدعو كل الشباب الجزائري الشباب الطموح الشباب اللي ألف كتب وما سنحتلوش الفرصة أنه يبان على القنوات الجزائرية أو على الراديو أو على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه على بالنا أنه هذا النوع من البرامج مهمش قليلا على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا أدعو كل شاب راه يسمع فيها وراه في المنزل وعنده هاد لي كاباسيتي يتوجه للصفحة تاعنا مرحبا به نستضيفوه ربما يفيد المجتمع الجزائري ويفيد أشخاص واحد أخرين يكون قدوة للناس. وحنا استفدنا من تواجدكم وحبينا كثير إطلالكم من خلال برنامجنا الصباحي صباح الشروق ساحل فلا وفتحاني أميرة شكرا لكم يعطيكم صحة شكرا على الاستضافة. إذا مشاهدينا رايحين على فاصل قصير جدا من بعد مباشرة تلقوني مع الشيف حسين لتكملة أو التعرف على باقي الأطباق فاصل وراجعين تفضل. اهلا وسهلا بالجميع ورجعنا للشيف حسين لتكمله الاطباق نكملوهم كاين هذو يصحصحوا معنا كاين هذو ما يسقاو نقول لهم صحة قهوتكم نستمتعوا بها وان شاء الله تستمتعوا بكل ما اخترناه لنهار اليوم. حتى احنا يا مازال ما بديناش يعني نستناو فيهم باش نفهموهم يعني في الوصفه الصحيحه لانه الوصفه هذه مليح يعرفوا يعني التفاصيل تاعها يعني احسن شيء باش يجربوها. هذاك انا مازال ما بديتش حطيت برك لي زانغريديون. هذا شنو هذا طبق؟ هذا مش هذا الصوص ترافق لنا يعني قلنا اللي ما يحبش المكرونه هذه ياكلها يعني هكذاك يعني مقليه يزيد لها يرافقها بالصوص. احنا دائما نديروا حاجه تكون ترافقها يعني بحاجه اذا كان حاجه ناشفه نرافقوها بحاجه يعني خفيفه ولا كانت خفيفه نعطوها حاجه ثقيله معها يعني اي شيء. هنايا درنا هنايا دجاج صدر دجاج مقطع شرائح ما قطعناش يعني مكعبات ولا قطعنا شرائح بالطول بالطول. هنا درنا فيه درنا زيت درنا ملح درنا شويه راس الحانوت ودرنا فلفل عكري باسكو راح نديرو صوص روج. نعرفوا احنا لي باتي يمشيو يرافقوهم صوص روج كاين لي باتي يرافقوهم صوص بلونش. انا فضلت هذه نرافقها بالصوص روج يعني برق احمر لانه راح نقليوها راح تعطينا اللون هذاك يعني الذهبي هذا. هنا درنا ثوم ودرنا هنايا زعيطره مش زعتر زعيطره ورند راني نشوف ورند نعم هكذا نقليوها بيان كي تقلنا هنا الدجاج هذاك يعني وصفه وشويه زيت نعم. وهنايا عندنا جوج حبات طماطم مرحيين رحيناهم وعندنا هنا جوج حبات فلفل حلو احمر فلفل احمر مرحي ثاني يعطينا نكهه هايله في الصوص غوج هكذا نعم راح تخلطهم معاه وعندنا شويه معدنوس نديروهم على الاخر ونخلوا هذا على جنب هذه اللي راح ترافق لنا الكرات يعني يعني سهله هذا راح تقليها نعم قليها الثاني هذاك نعم هكذا نقصوا له احسن قلب عقله هكذا ونروحوا للطريقه تاع كيفاش راح نحضروا المقارون نقول بعد ما غليناها حضرنا هنايا البيشاميل اللي حضرنا هنا درنا جوج مغارف تاع يعني فارينه وجوج مغارف زبده ذوبنا الزبده هي الاولى ودرنا الفارينه كي درنا الفارينه حركنا مليح بيان سور حتى تتماسك هذيك الفارينه مع الزبده جينا ينبول هكذا ونفرغوا الحليب حوالي زوج كيسان تاع حليب كي نفرغوا الحليب هذاك
ومن بعد نخلطوا بيان ومن بعد نرميو الفرماج تاعنا. يقولنا درنا زوج انواع تاع فرماج واللي ما عندوش عندنا واحد يدير هي الاحسن. الشيدر هذا اللي راح يحوي يمسك المقارونه هذه ديجا هي ديجا هكذا تتماسك. يعني المقارونه نعرفوها احنا ما طيبناهاش، احنا طيبناها بزاف، طيبناها حوالي 90% هكذا، بقى لها 10% اللي نكملوها في المقله كي نقليوهم. بون نحكموا هذيك لابيشامي تاعنا اللي حضرناها هنايا، نحيوها منها، نحكموا المقارون هي الاولى، نفرغوا هنايا مقارون، نفرغوا الكميه اللي نحتاجوها. يعني طريقه سهله بزاف هنا باش تمسك لنا. يعني والولاد الصغار يحبوا لي بات. نعم. وهنا ما تبقى لنا مقارون، احنا عندنا لاصوص اللي راح ترافق معها هذه الوصفه. احنا نديرو قدروا يضيفوها. نعم نديرو نضيفوها هنايا، نديرو لابيشامال تاعنا هايديك اللي كنا درناها بالفروماج، يعني قطرناها بالفروماج. درتها بالبصل ماشي بالبصل التقليه؟ لا لا درنا شويه بصل ماشي بزاف. نعم بصل وثوم. بصل وثوم نعم، طلطو مليح هنايا حتى تماسك مليح المقارون تاعنا، باش من بعد تجينا سهله باش نكوروها. كيما هكذا دوكا تماسك. شوف اخو لطفي كيفاش راهي هي راح تمسكها، يعني اللي يتحكموا فيها راح يكوروها ياك. راح يكوروها نعم. ما تزيدلهاش بيض، ما تزيدلها والو. ما نزيدلها والو، احنا البيض هذاك راح نزيدوه من بعد. قلنا كي نبدا نروحوا باش نقلوها نجوزوها في البيض. اول شيء نزوجوها في الفارينه، من بعد نزيدوها في البيض ونزيدوها في لاشابلور. واذا كان شفنا لاشابلور يعني ما تلامتش عليها مليح نزيدو نعاودوها دوزيام فوا باش قلنا تكون لاكوش تكون مليحه في المكرونه تاعنا. نعم باش تجي مقرمشه. نعم يعني يجو دو كروكات، يعني يجو ملاح هكذا. وديروها في نار سخونه. وشنو هي النار؟ باش تقرمش برك بس كل شيء طيب. كل شيء طيب نعم 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 برك باش تعطينا هذاك اللون قلنا وتتماسك. هنايا هنا نقدروا نزيدوا شويه ثاني مقارون باسكو كاينه كميه مليحه، نقدروا نديروها كاع. بعد حنا كيفاش نديروا كي نكملوا نخلطوها مليح نحكموها مباشره نحطوها في مول ونديروها في الثلاجه. نديروها في الثلاجه حتى تريح لنا نص ساعه، يعني لازم تكون بارده كي نخرج تقليوها، ما نقليوهاش هي سخونه. نعم هكذا خلطوها مليح. هكذا راهي صافي بدات تعجن. هكذا بدات تعجن، هكذا راهي تماسكت كاع يعني العجينه تاعنا تاع المكرونه هذه. شويه نغيروا في الاطباق في البيت. صح. وكما المقارون احنا دراري هكذا يعني كيشوفوا حاجه كيما هذه عندهم الفضول باش ياكلوها. كي ياكلوها تعجبهم اصلا. الدراري يحبوا لي بات لكن يكون فيها تنويع احسن شيء هو يكون. صح. فيها تنويع. نعم احنا مقارون اون جينيرال يطيبوها بزاف اون صوص يعني، ولا بالحليب برضه. ولا بالحليب نعم بالحليب. ويا مام هكذا يعني مام هكذا راهي تشهي كي يديروها كورات يعني بدون قلي ياكلوها الدراري. كيشوفوها كورات هكذا وفيها يعني مذاق فرو يعني جبن ياكلوها. نعم انا فرغوها في المول. يعني عندنا كميه مليحه هنايا هكذا نطيبوها مليح وبعد نقعدوا نقسموها. زيت طوماطيش هنا في زيت طوماطيش كي تقلى الدجاج مليح. تقلى الدجاج نعم. كيما كش تقدر تطفي؟ ما عادش ديرها في الفور هذه؟ لا لا ماشي في الفور. ديرها تبرد؟ لا 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 لا
يا كان طريقه على الفرن بصح ماشي هكذا ماشي هكذا وباش ما تفتحهاش في الزيت لازم يديروها تبرد صح لازم تبرد باش يديروها مليح نعم واش كاين اللي كيغلي مقارون مباشره مع لا بيشاميل تكون سخونه كلشي سخون كيرا بالزيت لازم يخلوها تبرد لازم ترتاح باش لازم ترتاح نعم لازم ترتاح باش ما تفتحش باش ما تفتحش نعم كاين طريقة واحدة أخرى هكذا يديروها في الفرن بصح لازم تكون إيمان راهي تستمتع عجبتك الوصفة فكرة جديدة زيدوا الفلفل في هذه ثاني فلفل أحمر نعم فلفل أحمر واللي يحب الحار يزيد شوية حار مي سينو ما هذه الأكلة يعني تقدر تقول سبيسيال يحبوها دراري بزاف يعني أحسن ما نديروش الحار يعني لاصوص لاصوص دارها لطفي اليوم انا درتها ماشي شيخ حسين اليوم لطفي دار لاصوص نزيدوا لها شويه مرقه ولا لا لا؟ مرقه ولا لا؟ فيها لا طوماط هذيك فيها الماء تاعها نغطيو عليها نغطيو عليها شويه تقلب مليح على النار هاديه النار هاديه نعم كل شيء يطلق الماء هذاك اللي فيه نعطي لها برك شويه لمسه هكذا شويه خفيفه تاع شويه معدنوس هكذا ونغطيو عليها هكذا دوكا البلا تاعنا هكذا تاع المكرونه وليك واجد في المول نحطوه دوكا هكذا مباشرة نحطوه في الثلاجة يريح قلنا حوالي نص ساعة هكذا كي نجبدوه يكون متماسك بيان ومن بعد نبداو حنايا هكذا نقصبوه بالموس هكذا كاريات صغار ولا يعني يكون الحجم يكون متساوي متساوي بلا من مغرفة مغرفة نجبدوه هكذا قسم مغرفة ونحكموا في يدينا نكوروها في يدينا نرميوها في الفارينة ونزيدوا لها في البيض ونزيدوا لها في لاشابلور هكذا راهي سخونة شوية هذه راهي سخونة شوية خليوها تبرد لأنه لاباش بيشامي سخونة والمقارونة سخونة يعني احسن يخلوها تبرد خير باش تجينا سهله العمليه تاع القلي يعني. اها والتحليه نعم. واش راح دير التحليه اليوم؟ التحليه قلنا درنا ان بيسكوي ان بيسكوي يعني درناه باش نمونتيوه من بعد باللاكريم باتيسيير. لاكريم باتيسيير اللي قلنا كانت المقادير تاعها يعني سهله فيها 100 غرام تاع زبده و100 غرام تاع سكري كلاص فيها 6 مغارف تاع زيت و6 مغارف تاع حليب وشويه لافاني يعني سهله وتطلع تمتم ومش كيما اللي نعرفوها من قبل. عندنا اتصال انا نسمع في رند هاتف ولا لا؟ إذا مشاهدينا صحصحوا معنا أرقام تليفون تظهر أسفل الشاشة يمكن للجميع أن يتواصل معنا من خلال التليفون وحتى من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نروحوا على فاصل من بعد نتعرفوا على الضيف الموالي عندنا ضيف راح نربط الاتصال عبر سكايب بلبنان كي نتعرف كي نطمئن على أشقائنا اللبنانيين وحتى الجزائريين المتواجدين في لبنان بعد الانفجار الرهيب اللي هز العالم منذ أيام رايحين على فاصل بعد راجعين إيمان يلا لبنان أكثر على أوضاع لبنان وبيروت خاصة التي تعرضت منذ أيام لانفجار هز العالم نقول ألو صباح الخير ألو صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا بك الاعلامي قيس مسعود نرحب بك في قناتنا شروق تي في وبرنامجنا الصباحي صباح الشروق معك انا ايمان ولطفي نقول لك اهلا وسهلا يا صباح النور اهلا وسهلا فيك صباح الخير لطفي صباح الخير الجزائر كمان بدورنا من الشعب الجزائري على اسر الحق طبعا تكون ازيد عليكم أول شيء نترحموا على كل شهداء هذا الانفجار وإن شاء الله يا رب يشفي كل مريض وكل جريح ويطمننا عليكم في لبنان أول شيء قيس لو نعود بك إلى يوم الانفجار كيفاش عشتوه كلبنانيين الحقيقة الانفجار وقع جدا صعب على كان مفاجئ الأخبار الناس تبعث عم تدور على اولادها يعني للاسف كارثي من ما بتخيل في كارثه اكبر من هيك على المنطقه العربيه ب الله يكون مع الشعب اللبناني مع الناس اللي عم تتعقد الله يرحم الشهداء خسرت اولادها او خسرت بياتهم وكمان بعزم المدني اللي من خيره شخص تفجير
ان شاء الله يعم الامن والسلام ان شاء الله يا رب في كل ربوع الاوطان العربيه، بالخصوص بلد الارز لبنان التي تمد بجذورها كي تسقي كل العالم ثقافه وفن وغيره. المع نجوم الفن بلبنان، المع الوجوه الاعلاميه ايضا بلبنان. اكيد الكل تضرر وتقاسم الهم اللي عاشته لبنان. كيف كانت، كيف راهي نفسيه كل الفنانين كل الاعلاميين، بما انك قيس صديق لكل الفنانين والاعلاميين بلبنان؟ لا الحقيقه يعني كله نظرا كان سياسي مما كان الاسياس كان فعلا نفسيته متضرره فعليا. الفنان حساس اثر فاكيد نفسياته كانت تمر. وشفت اكبر حال بالنسبه ماجد الرومي، يعني نحن قلناها بلقاء مع الناس او مع الجمهور، هالحد كثير كانت في الشرق العالم يعني الناس عم تقول لهم خليني انحني بس لما اتشكركم على الشيء اللي عملوه. كانوا صراحه شباب بشكل عام بلهفتهم، لانهم ينظموا كثير بيشبهوا على هالبلد يرعوها كبر هيدا لبنان اللي نحن معروفين عنه، هيدا لبنان اللي فيه حياة كله ذوق. يعني هالبلد اللي خرج فيروز، خرج اللي خرج اخوين رحباني، فهيدا بلد الفن اللي بالنهايه ثلاثة بتطلع كات لما تعمر لبنان ترجع من اول وجديد. حلو كل الدول العربيه تعالوا مع هيدا الموضوع وكيف بحبوا لبنان، العرب كلهم بحبوا لبنان، بحب لبنان. رئيس الفرنسي نزل مباشره اكيد في محبه لهالبلد كل الناس لا شك، الكل تأثر أكيد حتى الجزائريين. وإذا شفتوا الهبة التضامنية من طرف الأشقاء العرب وأيضا خاصة نحن كجزائريين من بعد هذا الانفجار، وقافلة أيضا المساعدات اللي خصصها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أربع طائرات وأيضا سفينة مخصصة كمساعدات، هذا أقل شيء نقدر نقدموه لأشقائنا اللبنانيين. صحيح، تاريخ واحد يا أكيد. طبعا العرب هن الواحد، بخصوص العرب الواحد ولاد تكون دائما كرمال نقدر نكفي اللي صارت اليوم، يمكن خلت شوي ترجع المحبه العربيه بشكل عام بتكون ما بين الاشقاء العرب. واللي ينقل هذا المحبه هو الفنان من خلال رسالته الهادفه. الكل يعني يعرف يتعرف على الفن اللبناني من خلال ما ينقل من دراما، من خلال نجوم الفن العربي في الاغنيه. جائحه كورونا اللي اثرت كثير على المسار الفني في كل بلدان العالم. يمكن اكيد انتبهت الفنانين اثروا بالتفجير، يعني عندك صحيح نجمة نادين بن جيم تعرضت لحادثة، كانت بالبيت قاعدة عم بتصور حدث الدخان، بعد شوي طلع التفجير، تبتعد تحت العمليات وهي عم تعمل عملية بس كرمال يقطبوا الجروح ويشيلوا الإزاز من جسمها ووجهها، واللي صار فيه تشوهات ببعض المحلات، بس كتر خير الله صارت أحسن. ألف سلام عليك. لألفا كلهم كسر، يعني من أمريكا الفنانين اللي ضربوا بتخيل الأكثر ضررا بين كل الفنانين جسديا هي نادين نسيب بن جيم، الله يكون معها بنحبها كثير. إن شاء الله يا رب. نتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله يا رب. وأكيد في كمان مرت فنان رامي عياش. داليدا عياش. داليدا عياش كمان تأثرت بالموضوع، صارت كويسه صحتها كثير اكيد، يعني بعد هاي نادين بالمناسبه بعد كمان تحت الرعايه لسه ما نزلت 20 طابق، يعني هي الطابق اثنين نزلت 20 طابق مش لابسه برد بس لانها تهرب، اولاد كانوا بتحكي بتقول كانوا موجودين، طلعت الشاب اللي اسعفها بتعرف نادين نجيم كافه الا اسعفها الاول الوا رجعت على المشفى الثاني على مستشفى المكتب
قدروا يستخدموا في المناطق القريبه من مرقة بيروت. واكيد شفنا بيت عربي او كيف تكسر لانه كثير قريب. بلال العربي الاعلامي العربي الجزائري بلاعب نوجه له التحيه. كنا شفنا ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش تضرر البيت نتاعو. ايضا الفنانه كاميليا وردي. كاميليا تمام كم تضررت بالشيء اللي صار؟ عموما الكل تاثر، كيف وهبي بيتها مقابل مرفق تقريبا فكان تاثير على كثير، وليتها كمان بيتها كان قريب جدا كمان، بس كلهم بصحه كويسه وما صار عليهم شيء جسديا، ولكن يعني اكيد هن مؤثرين ومتضايقين. ربما انتم اكثر ربما اللي قدرتوا تحسوا بحجم الفاجعه لانكم كنتم في عين المكان. احنا ربما تاثرنا من خلال الصور اللي كانت تلحقنا، من خلال صور الناس اللي استشهدت نعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لبنان للاسف فقدت الكثير من ابنائها، من خيره شبابها وحتى من اطفالها. نشوفوا من الكساندرا الطفله الصغيره اللي عندها 3 سنوات الى الاطفائيه اللي توفات، يعني والله شيء يوجع القلب. كي تشوفوا هذه الصور انتم كلبنانيين كيفاش كنتوا تحسوا؟ ما هو شعوركم؟ الوجع الوجع ما في شيء بيعادل لما الانسان طفل صغير مش كلبناني. انا نصي لبناني ونصي سوري كعربي، صدقيني متاثرين بهذا الشيء اللي صار. اي حد مش سهل انها تروح بالعالم البريء، ما حدا له ذنب. ان شاء الله نهايه الاوجاع، ان شاء الله نهايه الاوجاع. قيس مسعود نورتنا باطلالتك من خلال برنامجنا الصباحي صباح شروق عبر سكايب، شكرا لك وعلى هذا التواصل. شكرا جزيلا لكم، شكرا للشعب الجزائري كثير. شكرا والف سلامه. شكرا الف سلامه. إذا مشاهدينا من هذا الربط المباشر عبر سكايب بلبنان نعود لتقديم فقرتنا ومحطتنا المتنوعة. محطتنا الموالية راح تكون من إمضاء زميلنا كريم سمشة لاستعراض آخر صيحات الموضة، لكن بعد هذا الفاصل. يلا تفضل حضورهم وفقرتنا اللي صرتم متعودين عليها. الموضة عندها نصيب في برنامجنا بحضور زميلنا كريم سمشة. نصبحوا عليه بالخير. اهلا. صباح الخير لطفي. صباح النور. صباح لاباس. لاباس انت مع بدايه الاسبوع. صباح لاباس النشاط لازم تبدا بنشاط لطفي. صباح الخير مشاهدينا الكرام متابعين برنامجنا صباح الشروق وقناه الشروق العامه في داخل الوطن وخارج الوطن. فقره الموضه كالعاده لطفي قلنا مع نهايتها حبينا نتكلموا على الخبايا الموضه، مصممين اغرب لي ديفيلي دو مود اللي كاينين في العالم. اليوم حنتكلموا على مصممين، كاين بالك جمهورنا اللي بالك ما يعرفوش الخبايا تاع المصممين، ما يعرفوش بالك تاريخهم، مكان زيادهم، كيفاش البدايه تاعهم. اليوم حنتكلموا على ابرز المصممين اللي مشهورين في يصنعوا دور الموضه والازياء. نبداو انا تكلمت اليوم سبيسيالمون لطفي البدايه تاع اليوم حنتكلم على نقدر نقولوا لي زونسيان يعني القدماء لطفي. فوالا حنتكلموا عليهم وبدايتهم كيفاش كانت وتاريخ ولادتهم، حنتكلموا على ابرز حياتهم. البدايه راح تكون براف لورين لطفي الانجليزي المشهور اللي يمتاز راف لورين بشعبيته الاستثنائيه وقدرته على ادخال القمصان للبولو. راف لورين هو اول من دخل البولو راف لورين في الازياء وفي الموضه لطفي. نشوفوا باللي راف لورين هي الرياضه يعني اللي يركبوا فوق الخيل واللي تيشيرت تاعهم يعني دخل في عالم الموضه وعالم الازياء. صاروا يلبسوه في يومياتهم. بيان سور هو الاول اللي دخلها لطفي. وكنت نتكلم على راف لورين نتكلموا يعني على بدايته هو انجليزي لطفي يعني البلد تاعو انجليزي. ولد سنه 1939 في 14 اكتوبر في مدينه نيويورك المتحده. لطفي ثروته تقدر في مدينه في المملكه المتحده. لا لا زاد في نيويورك وعايش في انجلترا. فوالا لطفي هو امريكي هو ايضا هو امريكي لكن يعني تربيته الاخر يقول على نفسه انجليزي باسكو يعني عايش في انجلترا. هو زاد في امريكا لكن تربى في انجلترا. مام راف لورين يعني الرياضه هذه مشهوره في انجلترا بوكو بليس لطفي. فوالا الثروه تاعو تقدر ب 7 ملايير دولار فاصل 5 ليكون في 162 اغنى شخص في العالم. يعني مكلاسي 162 الترتيب تاعو. نتكلموا على المصمم الكسندر ماكوين.
الانجليزي تاني كلودفي، نهاية عيسى تاع الكسندر ماكوين، بالك كثير من الاشخاص عرفوه دانييرمون سورتو في الجزائر، يعني لو باسكيت هذيك لي باسكيت اللي راهم يتشهروا العاليين هذوك الكسندر ماكوين، كاين كثير من الشباب اللي راهم يلبسوها. الكسندر ماكوين توفى لطفي، يعني نهايته كانت شنق نفسه، وقبل ما يشنق نفسه انتحر فوالا لطفي، وقبل ما يشنق نفسه دار هاشتاك في تويتر قال اي ميس يو مام، يعني توحش الام تاعو. بالك كثير من الناس ما على بالهمش باللي الكسندر ماكوين يعني الشركه مازالها تمشي، لكن المالك والاصل فوالا توفى لطفي. اللي احنا نتكلموا عليه هو البدايه تاعو كان يعني ولد سنه 17 مارس 1969 في عاصمه المملكه المتحده لطفي في انجلترا، يعني ده افضل مصمم ازياء في 1996 1997 في 2001 و2003 هنا ده افضل مصمم ازياء يعني. والنهايه تاعو كانت في 2010 لطفي. ماكوين توفى في 2010. في 2010 نعم لطفي، توفى في 11 فبراير 2010. نتكلم عن المصمم الثالث لطفي اللي هو فوالا، هذا الكسندر ماكوين لطفي اللي انا نتكلم عليه، فالونتيرو غرافاني، يعني فوالا هاوليك مصمم الازياء اللي تشهر بمجموعته الفائقه في انماط الاحذيه، مشهور في انماط الاحذيه لطفي، وكثير من الاشخاص بالك اللي لبسوا بوكو بلوس كلاسيك غرافاني يعرفوا لامارك غرافاني اللي هو تانيك انجليزي لطفي، وتشهر في انجلترا وعنده فلسفه حياته هو من خلال تصاميمه فوالا لطفي. نروح للمصمم التالي مايكل كورس لطفي اللي الامريكي لطفي، بلا كثير من النساء يعرفوه باسكو يخدم بوكو بلوس نساء، يخدم بوكو بلوس تانيك سيكان. نبدا ولد سنه 1959 في 19 اوت فوالا، ونهايته كانت اعطونا الصوره الاخرى مخرجنا فوالا لطفي اللي ولد في امريكا، ودها اكبر مصمم في 1997 فوالا لطفي لافضل مصمم ازياء، هو يخدم نسائي بوكو بلوس لطفي. نروح عند المصمم الثاني اللي راح نتكلموا عليه، توماس بوريري اللي ولد سنه 27 اوت 1837 لطفي، هو من المملكه المتحده. كثير نشوفوا كثير من المصممين الازياء هذا هو فوالا لطفي، كثير من نشوفوا كثير من المصممين انجليزيين لطفي، وكثير من الماركات العالميه الاصل تاعهم هو بالك ولدوا في بلد اخر من الاصل تاعهم، يعني نشوفوا الاصل تاعهم انجليزي فوالا. نشوفه ولد 1835 27 اغسطس في المملكه المتحده لطفي، عنده ثلاث اولاد، مكلاسي من اغنى الرجال ومن اغنى الثروه تاعو تقدر ب 13 مليون دولار فوالا لطفي. نشوفوا المصمم الثاني جورجيو ارماني فوالا لطفي، المصمم جورجيو ارماني اللي معروف كثير. عندنا عارض ازياء راهي موراك، هاي خلفك، حبيتوا تشوفوا الكواليس مشاهدينا، هاي عندنا عن المباشر القطه الشهيره تاع برنامج صباح الشروق. فوالا نبداو في جورجيو ارماني اللي زاد في 1934 لطفي في شمال ايطاليا، او نقدر نقولوا الايطالي المشهور الاكثر شهره جورجيو ارماني لطفي. كثير يعرفوا المصمم الازياء اللي ولد 1934 وبدايته كانت في 1953 في عالم الازياء لطفي. نروح عند المصممه ديانا فون، لكثير من الاشخاص على بالهم باللي ديانا فون مشهوره في اللباس النسائيه، يعني فليروب وتيسكي فام بوكو بلوس فليروب فوالا لطفي. ولدت ديانا فون في 1946 في 31 ديسمبر لطفي في بلجيكا فوالا، ودتها افضل مصممه في 1997 مصممه ازياء. نروح عند مصممه الازياء ستيلا فوالا لطفي، هذه شابه لطفي يعني بدايتها ما عندهاش بزاف من البنات، يعني بدات يعني اسم في المجال الموضه وفي مجال التصاميم. ولدت 1971 في 13 اوليو لطفي، اللي نشوفوا بارابور المصممين الاخرين ستيليا نشوفها صغيره لطفي. 1971 كاين مصممين اللي داو جائزه افضل مصممين في 1971، البدايه تاعها وداتها افضل مصممه
وافضل افضل افضل يعني زي صنعاته في 2003 لطفي. فوالا نروح عند كوكو شانيل لطفي اللي كثير من المكاش غنيه عن التعريف. فوالا لبدايتها ولادتها كانت 1883 اللي صنعت يعني صنعت جدل في الموضه ويعني بدايتها كانت كثير من الاشخاص تكلموا عليها مام حكايتها رواياتها كثير من المقالات واقوال خلاتهم لطفي زادت في 1883 19 مقولات الشهيرة كنت تحدثت عليها نفس الشخصيات كنا شفناهم في الحلقة القادمة مع كريم كان مدلنا أبرز وأشهر الأمثال والحكم والمقولات اللي تركوها مصممي الأزياء في عالم الموضة واليوم أنا نتعرف عليهم عن قرب. فوالا لطفي كوكو شانيل كلاسيا في لائحة أفضل 100 شخصية عالمية داخلة في أبرز الشخصيات العالمية داخلة في المئة الأبرز من أبرز الشخصيات المؤثرة. فوالا لطفي إلي صعب لطفي المصمم اللبناني بالك مصمم اللبناني العالمي العالمي فوالا لطفي إلي صعب اللي تانيك دخل من أفضل المصممين في العالم ومكلاسي من أفضل المصممين العالم يعني ولد في 4 يوليو 1964 بدايته في لبنان كانت 1982 لطفي في المجال الموضة من أفضل المصممين العربيين لطفي فوالا نروح عند أفضل تانيك مصمم عربي وهو الأخ لطفي زهير مراد تانيك اللبناني زهير مراد اللبناني لطفي اللي ولد 1971 في 1 جونفي لطفي لبناني تانيك لطفي هو لبناني عراقي الاصل تاعو تانيك عراقي لطفي ذهب في من افضل التصاميم في 1900 اول تصميم تاعو كان في 1995 ومن التصاميم الممتازه تاعو في 1999 لطفي زهير مراد اللي كان قال مؤخرا حلمي تبخر اثر الانفجار الرهيب والكبير اللي مس لبنان وين تاثرت كل محلاته واسخم الالبسه اللي قدمها لكل نساء العالم تضررت جراء هذا الانفجار. انفجار فوالا هذا اخر شكرا لك كريم اذا كانت هذه اضاءه حول ابرز شخصيات عالم الموضه في العالم واحنا نعمل اضاءه عن ابرز الفنانين في الجزائر واخر اعمالهم. سفيان عسله الفنان اللي جانا من الغليزان اللي صنع مكانته بخطوات ثابته في عالم اغنيه الراي اليوم جانا باخر عمل ليه. الشيء اللي حبيته في العمل بقدر ما حبيت صوته اكيد وحضوره واغنيته واللحن والكلمات بقدر ما اكيد راح تحبوا السيناريو والكليب وطريقه تصوير الكليب هي فكره جديده من امضاء السيناريست محمد سامي العماره. حاضرين معنا كل من سفيان وايضا محمد سامي العماره في بلاطو صباح شروق كاخر محطه فنيه نختم بها هذا اللقاء وهذا الصباح مع بدايه اسبوع موفقه نتمناها للجميع. خليكم تستمتعوا بهذا الكليب من بعده مباشره راح نفوتوا في تفاصيله بحضور ضيوفنا. يلا تفضلوا. كما قلت نديو الو نديو اتصال ونقولوا الو مع بعض. الو صباح الخير حليمه من وهران. فريده من وهران. فريده ولا سليمه ولا حليمه؟ فريده اهلا كي راكي دايره غايه؟ خير صباح الانوار. كي راهي دايره وهران؟ اي غايه وهران. غايه بناسها صح؟ والله لا غايه راني فرحانه والله احنا اللي فرحانين باتصالك وهذا بالك اخر اتصال في برنامجنا الصباحي اليوم. وانا محظوظه جدا جدا جدا. مرحبا بك كي راكي؟ أنا غاية الحمد لله انتم كي راكم؟ والله لاباس غاية الغاية. هيا تفضلي معايا نروحوا مع بعض باش نتعرفوا على الضيوف نتاوعنا اللي غنوا لنا بالوهراني ياك. سمعتي الأغنية شفتيها؟ سمعت الأغنية يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك شحال بغيتك ويخرب بيتك شحال حبيناكم ناس وهران. الله يسلمك وربي يعيشك وربي يخليكم وراني فرحانة 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 كي راهي إيمان. هاي معك إيمان يلا تفضلي معنا. ألو إيمان صباح الانوار. ايمان معاكي فريده لاباس؟ لاباس الحمد لله يخرب بيتك صيطوني باش حكمتك. اهلا وسهلا بك مرحبا بك فريده. اهلا كي راكم دايرين غايه؟ شامنا سهران والله لا غايه شويه حمى نقوم في الموت الحمد لله. وقته وقته الحمان وقته. بديتوا تروحوا البحر ولا مازال؟ لا في 15 اوت نطلعوا معوله تقلعي. ان شاء الله ان شاء الله يا رب مع الوصفات اللي راهم يديرهم لنا الشيف حسين. ها معك الشيف حسين؟
الله يوفقك لا يديها منا بارك الله فيها. الله يسلمك يا عيشه شكرا. بالله في عمق الدار خلي الشاف. اليوم دار حاجه خفيفه. دار حاجه خفيفه مقاروني متبعه مع الصباح متبعه راني متبعه معاه. عجبتك المقارونه تاع اليوم؟ عجبتني اليوم نجربها. جربيها هايله ان شاء الله تعجبك باذن الله. اليوم نجربها اخلطتي اخلطتي عندي اقتراح صغير معليش. فضلي مرحبا وسهلا باقتراحك. اي سلمك معليش ديروا لنا حصه في الحصه فقره خاصه بالنساء ملابس النساء ولا التجميل ولا الرياضه. تجميل انا نديرو البارح كانت عندنا فقره تاع تجميل مع انايس. لا لا فيها فقره تاع فقره يوميه فيما ان شاء الله. يا شوفي احنا نقدروا نقول لكم باللي للاسف للاسف هذا راح يكون اخر اسبوع للبرنامج نهار لهذا الموسم ان شاء الله نهار الخميس راح يكون اخر عدد، لكن نوعدوكم انه راح نولوا الموسم الجديد بنفس اخر ان شاء الله وراح يكونوا الكثير من المفاجات والفقرات ان شاء الله يا رب. الرياضه نديروها يولي رياضة معنا ياسين سليماني ولا ياسين سليماني يجي معنا. ولا الرياضه تاع ياسين. تفضلي تفضلي فريده. مع الاخ لطفي نتمنى كاع الاخ لطفي مع هذا الكونفينمون. راك تهضري على الرياضه هكذا. باري نهضر على الرياضه. نوجه تحيه للضيوف الكرام. معك سفيان مرحبوا بهم مع بعض وصبحوا لهم بالخير. سفيان عسلة سفيان عسلة وسامي في الكليب ومحمد سامي العمارة أيضا سيناريست وصاحب الفكرة. أهلا وسهلا. شرفتونا بهذه الأغنية، أغنية مختلفة أسلوب مختلف. صح شفتي ستيل جديدة. والله لا عجبتني الفكرة عجبتني الفكرة في الأخير من طاحت فيها الفنانة ما بغيتهاش تضرب. يعني تبعتي يا سي ماريو كريمة. تبعت كلشي تبعت غادي من صباح لحياتكم الأخ لطفي. مرحبا بك، حنا كسبنا صوتك مع اليوم. هي لبرنامج الشورو. ربي يخليك ان شاء الله يا رب. شكرا لك فريدة. الو؟ كاش ما توصينا فريدة؟ وانقطع الاتصال بتحية الكامل الناس سهرا لم يتابعوا في برنامجنا اكيد حبيتوا اغنية يخرب بيتك شحال بغيتك بطابع جديد ستيل جديد سيناريو يروي قصة يعني احنا ملينا من كليبات اللي نلقاو شخص واحد يدور صح. ربما وحتى النص يكون ما يكونش نص كامل لكن سفيان عسلة جانا فكرة جديدة وكليب جديد نرحبوا بها اول شيء ونباركوا له على العمل. سفيان اهلا. السلام عليكم خويا لطفي الاخت ايمان نشكركم على الاستضافة ونفرحوا توجور كي تستضفنا خويا لطفي. احنا نفرحوا اكيد باطلالتكم معنا واليوم جبنا سيناريست هذا العمل اللي يستحق ان نسلطوا عليه الضوء لانه من خلال سيناريو اكيد مشاهدينا شفتوا انه كانت فيه قصه من خلال العمل ما فيش ملل صح. بقدر ما نستمتعوا بصوت الفنان بقدر ما نستمتعوا باداء وتمثيل الفنان وفريق عمل هو عمل متكامل صحيح. صوت جميل الصوره جميله وايضا ما زادها جمال هو الفكره والسيناريو اللي كان من ابداع محمد سامي العماره نهنيوك على الفيديو. مرحبا بك وبرافو يعني عمل صح يستحق التشجيع. الحمد لله. اول شيء نبداو مع سفيان كيفاش جات فكره الكليب الاغنيه ايضا كلمات تلحين وغيره. كلمه تلحين كايل صديق كلمه حسين بن ابراهيم توزيع والحان كايل صديق والفكره تاع كليب جات من عند استاذ المخرج محمد ميسوم نوجه له تحيه بالمناسبه وندعو له الشفاء للوالده تاعها ان شاء الله يا رب وكل مرضانا وتفاهمنا باش نديروا كليب يكون في المستوى وحاجه ديفيرون هكا ماشي كيما قلتوا واحد ويدور شغل عمل مشترك فيه فنانين من ولايه وهران والحمد لله ربي وفقنا وكملنا. انت كي درت الاغنيه سفيان كنت متصور فيديو كليب في ذهنك كانت عندك فكره لكن من بعد كي تلاقيت محمد سامي فكرتك تبدلت تماما يعني عطاك هو الفكره ولا قعدتوا في نفس السياق؟ كيفاش تلاقيته؟ كيفاش العمل السيناريو كان مدة تاعه تاع الكتابه كانت شهر ثم كي عطيت لهم الغنيه ثم قعدت المده قعدت شهر باش وجد سيناريو ومن بعد بدينا في نوجدوا في الديكور وفي يعني بمجرد عطاك الفكره عجباتك. خلينا نسقسيو ايمان محمد سامي ربما صاحب السيناريو كيفاش جرى اللقاء مع وين تلاقيت مع سفيان؟ اول مره كيفاش جاتك الفكره يعني نعم. السيناريو هذا؟ اول مره انا ما تلاقيتش مع سفيان اتصل بي المخرج محمد ميسوم نوجه له ايضا التحيه بعث لي الاغنيه على 3 تاع الصباح. قال لي اسمعها وغدا ان شاء الله نهضر معك
وكان الامر سمعت الاغنيه شويه مرة من ذاك عيط له قلت له واش هذا؟ قال لي نقابل تخدم لي سيناريو، راني باغي سيناريو مختلف. هيا خممت من الناس الاغنيه كشغل من انا ايضا من كي نبغي نحب نكتب ما نحبش نكتب حاجه سامبل. مع الاغنيه جايه شويه ريتميك شغل حبيت ندير لها حاجه كوميديه. بغيت نيفيتي هذوك القصص تاع الرومانسيه بغيت نخرج شويه على العاده. وعرضت الفكره على الاستاذ مخرج محمد ميسوم ورحب بالفكره طبعا. عرضناها على سفيان كان شويه ايزيتي باسكو فيها اللعب بزاف صح ومن بعد وكان ممثل مانع حبيناه وانا كنت الكوتش تاعو ايضا لان العمل كنت فيه مدير فني ايضا ما شاء الله كان سيناريست من قبل نعم سيناريست عندك اعمال اخرى عندي عمل في رمضان ان شاء الله 2020 مسلسل مسلسل راح يكون مسلسل ان شاء الله كتبت من قبل مسلسلات كانت عندك تجربه ولا وعلاش اختارك انت المخرج لانه صديقي اوكي صح هو بالرغم من انها جات عن طريق الصداقه الا كانت موفقه يعني لا طبعا شاركنا قبل في عمل قاد لحو حكايتنا اللي ربما كان اول عمل يحكي عن الاخطاء الطبيه فان نفس الطريقه يعني بعكس الاغنيه انا صراحه إن مش من طموحاتي اني نكون سيناريست لكليبات ربما اعمال مسلسلات افلام سينمائيه لكن شغل نقدر نقولوا بلي محمد ميسوم المخرج يعني بحكم الصداقه سيف فالية قال لي جرب لا حتى وكانت تجربه موفقه انت قدمت لنا كانه فيلم قصير نعم. صح اكيد صح في في ظرف ثلاث دقائق ولا اربع دقائق مساحه الاغنيه ككل قدرت توصل رساله هو هذا الشيء اصعب طبعا. من انك تقوم بتركيب فيلم انك توصل فكره في كليب صح. يعني صعبه نوعا ما صح السيناريو يلعب دور لطفي لكن ايضا المخرج ابدع في الكليب صوره جميله جدا صراحه نحييوها المخرج كان سهل التعامل مع مخرج الكليب الاستاذ محمد ميسوم ما عندهش حاجه سهله اها شغل ديفو صغير تعاود سان قادر تعاود سان تاع ساعه ما تعجبهش يعاود يانيولي كل شيء خاص تخرج حاجه مسطره فوالا كيما هكا والتمثيل اكتشفنا موهبه يعني في التمثيل ما شاء الله عليك سفيان انا يعني اديت الدور على التمثيل ماهيش حاجه جديده عليا باسكو كنت ندير مسرح ديجا تما نعرف نعرف المثل والسيناريو قريته ودرسته غايه سي بور سا التمثيل كان في المستوى والحمد لله ومازلنا نتعلم السيناريست في كثير من الاعمال يعني يتدخل السيناريست في طريقه التمثيل وغيره باش يبقاو محافظين على طبعا بالنسبه لك انت المخرج عطاك الاريحيه انك تبقى الاريحيه واعطاني شغل اني نكون كوتش تاع بلوس دو 150 عفوا فيغورون ممثلين كبار يعني كان شغل باش تكون كوتش للفنانين الكبار هو صعب نوعا ما لان كان بعض الممثلين كبار كانت اول تجربه لهم في الفيديو كليب يعني كان صعب نوعا ما شفنا الفيديو كليب احداثه الدور في فتره زمنيه معينه ما خفتش انه هذا الامر يقدر يكون عائق بالنسبه للفيديو كليب ولا بلعب. كانت شنو نقدر نقولوا مخاطره خاطرنا خاطرنا من حيث الديكور من حيث الالبسه من حيث كل شيء حتى من حيث الاغنيه يعني باش نلصق اغنيه جديده بترجعها في السنوات التسعينيات كان صعب نوعا ما وين صورتوا اماكن التصوير لا ما كانت اماكن التصوير كانت في وهران في السيد الهواري سوق حقيقي هذاك ولا انتم صنعتوا؟ لا هذاك احنا درنا ديكور اوكي شنو الديكوراتور؟ باش يكون على بالك التورناج قعد 3 سيمان طولتوا فوالا طولنا باسكو صراو العراقيل خطرات النور طيح بزاف فاهم خطرات الريح في صورناه في واش من الفتره؟ ديسمبر في ديسمبر لافان ديسمبر تما كان واجد عنده بزاف كاع مع الجائحه تاع الكورونا وكاع ما نجمناش نطلقوه فاجلناها وحتى كتب ربي هاد الايامات بالنسبه للكلمات شكون اللي كتب الكلمات؟ كلمات حسين بن ابراهيم كنت سمعت الاغنيه تاع نجوى كرم يخرب بيتك شو حبيتك اللي دارتها اغنيه معروفه تاع نجوى كرم بصح دامنها شويه ماشي دامنها ماشي دامنها دالو موكلي هذا المكان شغل الكلمه اللي تاتيري ديناها ما خفتوش انكم مغامره تدي هكا كلمه من اغنيه اللي فنانه مشهوره وتدخلها على طابع الراي احنا دخلنا على طابع الراي تسمى المحتوى الجزائري الكلمات الاخرين كاع باللهجه تاعنا الجزائريه ولا كلمه تاع يخرب بيتك ديناها هذا الفنانين باش جمعت
يعني عمل هو عمل، كأنه أنا أشوفه في فيلم. والفنانين حالياً البيجي تاعهم يكون محدود، يعني باش يدير لك أغنية ولا يصور لك فيديو كليب أكيد مع مخرج وهو كممثل أكيد. بالنسبة لك أنت شحال قام لك الكليب هذا؟ أنا أشوفه فيلم، يعني فيه تصوير عمل. البيجي كان تقريباً فوق 70 فوق 70 مليون من ممثلين، من الممثلين ديكور تكنيك ديكور ديجا الديكور طرواسمان هذاك التفاح هذاك دبال شحال كيلو شحال كيلو قاعد بانت كل شيء دبال الدجاج عاودنا شرينا وخذا اخر ثاني. هيا على كل حال خرجنا عمل شباب والحمد لله، والله اني فرحان به بزاف بزاف وصما فيها جروب نتيجه جميله حقا. حبيت نسقسي برك سفيان، لانه قبل في الكواليس قلت لي انه ماشي هذه اول اغنيه ليك، عندك بزاف اغاني فرنسيه بزاف أغاني. لكن اول فيديو كليب علاش تاخرت باش دير فيديو كليب؟ تاخرت بالك ما كنتش واجد 100% كيما نقولوا حنا دروك كيكون لارتيست لوحده غيجبد ما سيديوه شويه فاهم. بار كونت كيكون عندك ان ماناجير ولا ان سبونسور ولا فوا ولا منتج كيما ايديسيون كيما نقولوا حنايا هكا يقدروا يعاونوك، مي كي تكون وحدك شغل صعيبه شويه. ولا الفنانين شكون اللي اختارهم، السيناريست ولا المخرج؟ كانت مشاوره بيني وبين المخرج. درتوا كاستينغ ولا اخترتوهم كنتوا باينين؟ اخترناهم. بون بالنسبه لي فيغورون درنا كاستينغ، لكن الممثلين الكبار يعني كانت مشاوره بيني وبين المخرج محمد ميسو. محمد من بعد ما طرحتوا هذا الفيديو كليب اكيد كاين من الاسره الفنيه اللي شافوه، اكيد اتصلوا بكم، تلقيت عروض من بعد ما شافوا الفكره وهذا السيناريو الجميل؟ صراحه حاليا راني في فتره نقاهه. صح ما يمنعش يتصلوا بك. لا طبعا يقولوا لك اقترحوا عليك اعمال. لا حاليا مازال. مليون مليون دوك يبدا اكيد غادي نشاهدوا ان شاء الله في برنامجنا. وسفيان سبق له معين، اسمح لي عندك فنان معين راك حاب تخدم معاه، عندك فكره تقول له كنخدم مع هذا الفنان ولا الفنانه راح ندير حاجه شابه؟ ولا كليب شفته من قبل وشفت انه يحتاج سيناريو؟ كانت اغنيه واحده فقط كنت متمني ان نخدم لها سيناريو، هي المرحوم الشاب عاقل استوار قديمه. كان يعني في ذهني يعني سيناريو رائع، لكن للاسف كما قلت لك سبق وقلت لك باللي انا ما عنديش ما يستهوينيش عفوا اني نكون سيناريست للكليبات. يعني تشوف هذا ان انقاص لا من لا مكانة السيناريست؟ لا لا لا, 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 لا عفوا ليست انقاص، لا بالعكس، لكن انا كليبات يعني ما نحس روحي ضيق، نحب الشغل الخيال الواسع، نحب نبدا اكثر لاني ما عندكش فضاء اللي تبدع فيه اكثر. فوالا. ولا سفيان كان عنده الوقت يعني من اخر اطلاله ليه ومرور برنامج صباح الشروق لليوم، وش هي ابرز المحطات اللي عشتها من بعد اخر اطلاله ليك في برنامج صباح الشروق؟ اخر اطلاله باش اعمال جديده ولا هذا العمل فقط؟ هذا العمل، ورانا عندنا ثاني اعمال ان شاء الله راها في طور الانجاز، بالك فان سبتمبر هكا ولا فان سبتمبر نوجدوا حاجه شابه ان شاء الله تكون في المستقبل. اخر ان شاء الله ان شاء الله. وثاني لصقوني معاهم. راح نسقسيه، راح يكون في سيناريو نفس كاتب الكلمات الملحن؟ شونج با ليكيب كي غاني. طبعا ليكيب اللي تربح ما تبدلهاش. حاجه مليحه قدمناها هذه الخطره، ثم اللي قد دير حاجه فوقها ولا ما ديرش، ما تنجمش تعاود تنزل المستوى تاعك لتحت. والاغنيه راهي جاهزه؟ اي واجده؟ الاغنيه راه كاين تشاور، راه كاين دي بروبوزيسيون، بصح مازال ما اختاريتش. مازال ما قررتش. حاب تبدل شويه من هذا الطابع اللي شفناه هكا خفيف وكاين. بالك. تروح لحاجه بالك أخرى. بالك نديروا حاجه سونتيمونتال دراما ان شاء الله بربي. واكيد في بزاف منتجين ماشي منتجين في عالم الغناء. بالك منتجين في الاعمال التلفزيونيه والسينما شافوا اطلالتك من خلال الفيديو كليب، لو كان يجوك عروض تقبل تدي دور كفنان؟ اكيد اكيد نقبل، هذه حاجه اي حاجه في الفن راني معاها نشجعها. يعني يستهويك التمثيل، ماشي كاين فنانين يقول لك انا نغني وفقط ما نشوفش روحي في حاجه في الدخان. ما عنديش اشكال. ويخاف يضيع جمهوره يعني. الفنانين الكبار اللي غنوا كاع راهم يميلوا للتمثيل. في المشرق العربي كاع راهم يميلوا للتمثيل.
تما نرحب بالفكره ما عنديش اشكال. سيناريو اللي نعاودوا نرجعوا للاعمال، قلت لنا كاين عمل راك تحضر فيه هو مسلسل. مسلسل كوميدي. سيت كوم ولا مسلسل؟ سيت كوم. اوكي. واش على القصه نتاعو واش يدور؟ بون خد منه خمس حلقات لكن نفضل انه ما نهضرش. خدمتوا ديجا؟ نعم. خدمتوا خمس حلقات. حبسنا على جال جائحة كورونا. تقريبا جاهز. الفنانين اللي داو دور البطوله؟ كاين نذكر منهم زوج، كاين سهيله فلاح. وكاين المؤثر كاكي بوملال. مع بنته اسراء. نوجه لهم تحيه ايضا. برافو، ان شاء الله يا رب حنكتشفوا مواهبك. شفنا الموهبه في الكليب وان شاء الله نشوفوا في السيناريو. ما خممش دي سفيان السيت كوم؟ راه كاين مشروع. كاين مشروع. ودائما ما تحت اداره المخرج محمد ميسو. سيت كوم ولا شنو؟ مسلسل درامي. مسلسل درامي؟ وراح يلقى روحه في الدراما. غير ساكت في السفر كنا جايين قاعد يستقصي فيا. يضرب الشخصيه تاعي، قلت له ما نقول لك والو. واش الشخصيه اللي راح تمدها له؟ انا نفضل انه يكون شخصيه الفنان. شخصيه الفنان مغني. مغني يعني راح يكون عنده دور مغني في مغني في المسلسل. سمعته هذا؟ نعم. وفي نفس الطابع ولا نقدروا نشوفوه في طابع اخر؟ طابع واحد اخر. طيب شي 30 حلقه وانا غني. محمد مخلص لنا في الكليب، انت اللي درت له الكوتشينج لسفيان. انت درست مسرح، عندك يعني تجارب في هذا الميدان ولا ربما موهبتك في السيناريو؟ عملت السيناريو كيفاش؟ هي كانت موهبه، وانا الدبلوم تاعي تاع السيناريو يعني قريت في مصر. اوكي. تحت يد الاستاذ والمخرج المصري محمد عصمت، نوجه له ايضا تحيه عبر قناه الشروق. وفيما يخص الكوتشينج يعني السيناريست هو اكثر واحد ممكن انه يكوتشي الممثل، لانه درس الشخصيه. هو تفضل الفكره، اكثر واحد يزيد نسبه مشاهده ومصداقيه البرنامج هو المشاهد نتاعنا. طبعا. نديو اتصال ونقولوا الو صباح الخير. الو الو. الو صباح الخير اخ لطفي، واش راك؟ صباح النور، اهلا وسهلا. صباح النور، اهلا. المغرب مؤخرا صح، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. اخت ايمان صح عيدكم. صح عيدك، كل عام وانت بألف خير، تعيدي بصحة ولهنا ان شاء الله يا رب. متفقين، وكما قال ما شاء الله عليكم انتنا واخوتي. شكرا. ربي يخليك. انيقين محترفين. ربي يخليك، شكرا. بتوجين. ربي يخليك. انا حشمنا. حشمتينا. شكرا لك، يعطيك الصحة. الصوت هذا متعودين تسمعوه في برنامجنا صح؟ ما شاء الله، انا كما قال راني دائما نتفرجكم الصبح مع العشيه، تاع الصبح تاع كاع قناه الشروق راني معاها. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. الاتصال من تلمسان؟ ايه هذاك هو. كي راكو دايرين؟ الحمد لله. الحمد لله. وشاي تلمسان؟ لا ما شاء الله، راتنا الناس الوجوه الجميله اللي عندنا كما انتوما. ربي يخليك. انا محظوظين بالغرب اليوم، حتى ضيوفنا جاونا من الغرب. انتوما تحبوا الغرب وحنا معاكم دائما وفيين. مرحبا. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. قولي لنا، سمعتي الكليب الاغنيه شفتيها؟ اخر اغنيه نعم، هذاك الكليب عجبني جميل كما قال لها في الجديد. ما شاء الله عليهم، بدلوا لنا شويه ديك النمط تاع الستيل. ما شاء الله عليهم. بالتوفيق ان شاء الله لديك الضيوف معاكم. يعيشك. فكره جديده صح؟ فكره جديده نعم، مختلفه، وانسان دائما التغيير والتجديد دائما. قولي لنا، واش من طبوع فنيه تحبي تسمعيها؟ على كل حال، انا امراه شويه كبيره، ما دعوتيش صراحه هذا الطبع الجديد تاع لي جون، بصح نتمنى ان شاء الله التوفيق. على كل حال الله. الحوزي اكيد. الحوزي. الحوزي تلمسان. الحوزي تلمساني الاصيل، فن الراقي. شكرا على اتصالك. شكرا. متوصينا ممكن نهضر مع الاخ حسين؟ تفضلي. شاف حسين راه يحضر في نفسه، راح يجي، راح يلتحق بنا وينضم لنا. المهم نشكر على الاطباق اللي راه يقدمها، ما شاء الله هو ثاني شاف محترف. شكرا لك. ما شاء الله عليه. حبيتي الاطباق تاع اليوم؟ حبيت كاع الاطباق اللي راه يقدمها ما شاء الله عليه. او يعطيك افكار، او يعطيك افكار جديده. يلا جيبوا لنا حسين، الجمهور راه يطلب فيه. معليش كما قالت الدوله، كما قال هو الصحه والهناء، هو كذلك بالتوفيق ما شاء الله عليه، شاف باشوش باشوش جدا جدا. ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة. راهو جا الحسين، راهو جا حسين. داكوغ. راهو التحق بنا حسين. حسين الجمهور يطلب فيك حسين. نعم. اهلا وسهلا. اهلا
الاستاذ حسين صحة عيدك. صحة عيدك كل عام انت بخير. ما شاء الله الاستاذ حسين اتبقى اللي تقدمها ما شاء الله راهي فيها. شكرا شكرا لك شكرا. احنا في الخدمة اي شيء تطلبوه مش مشكل ان شاء الله، انا في الخدمة نحضر لكم اي اطباق ولا اي وصفات تبغوها مش مشكل ان شاء الله. ما شاء الله عليك كما قال ذوق و شكرا. ما شاء الله عليك كل شيء جميل في كما قال ذوقنا الادوات شكرا. جدا شكرا. شكرا لك شكرا. اي طلبات حبي تطلبي كاش وصفه ولا حاجه مش مشكل. حبلي صالي ممكن تقدم لنا سمنه لصالي وخلاص بارك الله فيك. واش حبيتي؟ لصالي. لصالي مملحات ما شاء الله باذن الله. بارك كانت عندنا حصه تاع مملحات يعني كنت بعتينا نورمالمون الحصه كنت غايبه كنا نضيفو ما شفتهاش. معليش مش مشكل نعاودكم ان شاء الله وصفات اخرى يعني مش مشكل ان شاء الله. يديك الله يسلم يديك ما شاء الله عليك. شكرا لك. احنا نشكرك على الاتصال. يعطيك الصحة على ذوقك الراقي. أكيد أنك ذواقة بما أنك حبيتي وكلات شيخ حسين. تفضلي تدخل قاتلك. الحصة راهي متواصلة طول الصيف نو؟ لا آخر آخر أسبوع وهذا الأسبوع. احنا ندعوكم يوم الخميس. راح نغيبوا الشهر إن شاء الله ونرجعوا لكم. نشوفوكمش بصحة نداوكم إن شاء الله تدخلوا بحلة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نوعدوكم إن شاء الله يا رب. شروق في القمة. شكرا لك الجمهور راكي. ها؟ اللي كادو تاع رمضان مازال ما لحقوش. اليوم تاع مازال معليش ما عيطوناش. اكيد انه خلي الرقم واكيد خلي رقمك خلي رقمك للشباب. ما تقطعيش الخط. شكرا لك شكرا على اتصالك. شكرا شكرا لك. لانه على ما اعتقد لانه يجوا الناس كل يوم في ناس عم يجوا يستلموا لازم يجوا للمقر من بعد ما فتحوا ما رفعوا الحجر يعني صح. لازم يتواصلوا ويجوا لهنا للمقر. كان مشكل مواصلات ونقل بين الولايات لكن الان بدا رفع الحجر جزئيا ان شاء الله يكون فيه رفع كلي. الحجر اثر عليكم وعلى هداياكم كما اثر على الفنانين اكيد صح. واعمالهم خلال أكيد. هذه الجائحه صح النشاطات كل شيء راح حابس اعراس كل شيء حفلات ما كان حتى حاجه. لكن الحجر خلى ثاني بعض الفنانين يستثمروا فيه وكاين اللي يبدعوا فيه كاين اللي يكتبوا اغاني كاين اللي داروا افكار مشاريعهم. انت كانت عندك فرصه انك تقعد مع نفسك وتخطط ربما لمستقبلك المهني. اكيد يكون عندك هكا باش تراجع اموراتك. ربنا لحية صفيان خلال الحجر الصحي كان بلا لحية نهار جمعة اخر مرة. بدلت اللوك صح؟ شويه هذا كان مطلوب في الكليب في الكليب في ديسمبر. انا كنت حنقول لك اذا كان لوك خاص بالكليب لحياه نوضبخ. حتى السيناريست انت السيناريست هي المهنه تاعك اللي تتزرزق منها ولا عندك امور اخرى؟ عندي مهنه اخرى الحمد لله يا رب. لانه الفنانين اللي ما يمتهنوش منها مهنه اخرى تضرروا بزاف خلال جائحه كورونا. محمد بما انك تكلمت قبل قليل قلت بلي انت تاثرت في السيناريو يعني قريت السيناريو في بلد وين مشهور بالسينما وبالدراما. احنا مؤخرا في الجزائر انا نشوف الصوره جميله تحسنت مؤخرا لكن السيناريو مازال ازمه. سيناريو ضعيف يقول لك عمل جيد لكن سيناريو ناقص والسيناريست يتعدوا على الاصابع. وفي رايك وشنو هي الاسباب؟ اسباب عديده دخلت فيها بزاف اسباب. مثلا يكون سيناريو جميل وضخم يستصعب على المنتج انه يديره يحول سلاح حاجه سهله. هذا اول. مثلا عندي سيناريو على عرش الخراب مسلسل كتبوا فيه عامين لكن ما لقيتش منتج اللي يرفضوا ان اصح التعبير لاسباب عندنا البيجي كبير كذا منا. شوف الميزانيه هي اكبر عائق ربما. الميزانيه هي اكبر عائق لهنا في الثقافه في الجزائر خاصه الكوتي السينما والدراما. لكن انتم بجيتونا ما كانش عائق والحقت في البرنامج صباح الشكر. لا طبعا اكيد يعطيكم الصحه نورتونا. شكرا جزيلا. شكرا الاخ لطفي. الف مبروك من جديد على هذا العمل اللي يعتبر عمل رائع. اكيد احنا توجور نسعوا باش نقدموا الافضل للمشاهد. اعطيني الورقه هذيك ايمان. عندي تحيه خاصه للشريف عويدات من الحماديه ومن ولايه تيارت. تحيه لكامل الناس اللي يشاهدوا فينا من تيارت ومن كل ربوع الوطن. هو اللي عرفنا بمحمد سامي العماره وقدر يلحقنا له وبه اللي ربما تعرفنا على هذا السيناريست المبدع. نتمنى له كل التوفيق وكل النجاح ايضا في مشوارك الفني. ان شاء الله وان شاء الله اعمالك تلقى نجاح ان شاء الله وتصيب مؤسسه انتاج اللي تهتم
بالسيناريو قدر ما تهتم بالقصه والعمل اللي توجهه للمشاهد. سفيان ايضا نورتنا. سفيان جيتنا من غليزان. نوجه تحيه لكامل الناس اللي يتابعوا فينا في غليزان. محمد شلف. مشلف تحيه كبيره لناسنا في شلف كامل اللي يتابعوا فينا. نشكركم نورتونا. شكرا لكم. صحه اطلالتكم. كانت هذه اخر محطه مشاهدينا في برنامج صباح الشروق. شيخ حسين الرجلو راهي خفيفه اليوم. راح داخل. اذا راح نمر يلا راح ننتقل لمطبخ صباح الشروق لختام حلقه اليوم. شكرا لك ايمان. شكرا لك لطفي. شكرا لكل المشاهدين ايضا. اذا مشاهدينا الحقنا لختام حلقه اليوم من برنامج صباح الشروق بامضاء من شيف حسين اللي ابدع في وصفاته لنهار اليوم. نعم هي كانت كفكره مش يعني ابداع وفكره يعني الاثنين. العصير الجيو هذا مش فناش. هذا اللي قلت لك انا حكيت عليه. ما حكيتش عليه بصح ساهل يعني انا قلت الختام نحكي عليه لانه ما فيهش لي زانغريدون بزاف اللي فيه العنب وفيه